صباح الخير يا عم حافظ. اهلا، صباح الخير يا سي رمضان. كل شهر وانت طيب يا سيدي. وانت طيب يا حبيبي. يا ابني امضي امضتين. عيني عيني. حاضر يا عم حافظ. جبت حاجة تاخد فيها؟ ايوه، جبت سلطانية، وامي بتقول لك كتر الدق. يا ده انت فايق ورايق قوي. حد يبقى معاه الهم ده كله ويبقى فايق ورايق يا عم حافظ؟ وكده يا سيدي يبقى معاك 400,000 جنيه، وادي 94 قرش. يا حقان انت يا عم حافظ يا حلو. يلا شايلني يا بشبيش. تعالى هنا، تعالى امضيلي. ما انا مضيت يا ابني. انت كل مره توجع لي قلبي. امضيلي امضايا هنا في الظهر بالاستلام بال 400,000 جنيه. حاضر. يعني تلات قيمك ب 400,000 جنيه؟ طب انا يا سيدي مستعد امضي 500 ابدا ب 15 جنيه بس يبقوا بتوعي. اتفضل. هات يا سيدي. يلا شايلني يا بشبيش. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا عم حافظ. عليكم السلام ورحمة الله. صباح الخير يا عم حافظ. صباح الخير يا سيدي. امضي امضيتين. شوف لنا تاكسي يا بشبيش. اجيب تاكسي منين بس يا سيدي رمضان؟ انا عارف لك. مش المفروض كان يجيب لنا عربية بسواق عشان ناخد فيها الفلوس دي؟ أمال ولاد المدير يروح المدرسة ازاي؟ يروحوا ماشي؟ كانت ماشيش في ركبك. المجمع يا اسطى؟ فلوس جنيهات ليه؟ دول خطوتين. كانت ماشيش في نافوخك انت والترومبيل بتاعك. يلا بينا يا ابني نمشي، مفيش فايدة. زمان الموظفين قلقانين. قلقانين ايه؟ انا نمشي من هنا لغاية المجمع واحنا شايلين الدهية دي. امال هنفضل واقفين هنا للصبح؟ الله، مش هيلنا 400,000 جنيه، ما يدوناش 2 جنيه عشان نركب بيهم تاكسي؟ يا ابني يا حبيبي ما عندهمش فلوس. امال دي ايه؟ بس تلقي؟ لا، برغيت الست. يودينا المجمع ب 50 سنة. عينيا ماشي. إله ربنا يسطر أصلك أنت والترومبيل بتاعك. يلا. والله العظيم أنت ابن حلال. ده الدنيا لسه بخير يا جدعان. بس لو سمحت هنزق زقة صغيرة بس. مش قلت لك ابن حلال؟ هتسلي عليك ليه بس يا استاذ رمضان؟ الله، ما احنا في الهوا سوا. اعمل لك
السادس في السابع. لسه في السادس. يلا يا اخويا اطلع اطلع. ايه الحمورية دي؟ انتوا تربيتوا فين؟ ده أبوات دولة. يا مؤاخذة. يا مؤاخذة إيه؟ انتوا تربيتوا فين؟ كان فك ركبك أنت واللي كنت عنده. شيل. شيل يا مشميش. إيه يا مشميش؟ ده أبوات دولة يا مشميش. خش يا بشبيش. خش يا بشبيش. استنى عليها بشبيش. ايوه استنى عليها بشبيش. انا معاك يا بيه. تعالى يا بشبيش. حاضر يا بيه. تعالى يا بشبيش. حاضر يا بيه. استنى يا بشبيش. بسم الله الرحمن الرحيم. بشبيش. بسم الله الرحمن الرحيم. بشبيش. رمضان اخد نفسي بعدين. بعدين امتى يا سعد عزيز؟ لما اموت؟ الله انت حتى حلم احضر ولا ايه؟ ما تبطلوا الكلام ده يا فندم، خلونا نقبض. طب اقف في الصف يا اخويا، صف يا فندم حتى ابوكم. ليه؟ هتقفونا في الجمعيه ولا ايه؟ قال لك وانتوا تقفوا صف في الجمعيه وهنا لا ليه؟ الله هي عقد بقى ولا ايه؟ اوعى عقد، وكل واحد حر في عقده. وصلى على النبي بقى لحلف ما انا مقبض حد. صف يا سيدي، خلينا نخلص، عايزين نخلص النهارده. وقف انت في اخر الصف يا اخويا فرحوس. انت الله انت هتذلنا ولا ايه؟ انا لا هذل لكم ولا حاجه، مفيش قبض يا فندي، انا لسه عبرد الخزن. يعني ايه يا الله؟ عشان كده خلاص يا استاذ رمضان، معلش. ما هو دي مش اسمه كلام يا استاذ محمود، انا لحم ودم برضه. حقك عليا يا استاذ رمضان. اصلها كلمه كبيره قوي يا استاذ خليل، هتذلنا دي؟ ما تذل الرقاب غير الخالق يا سيدي. ما يقصدش يا استاذ رمضان. ايوه بس كل واحد لازم يختار كلمته برضه. خلصنا من الخناق ودخلنا في العتاب، ما تقبضني يا اخويا بقى، انا مستعجله وعايز اروح. ومستعجله قوي على المروح ليه؟ انت مش حبيبته وخلاص ولا هو فرغت عيني يعني؟ يوه يا عم خلصنا بقى. وبعدين معاك انا مش فاهم ليه تبقوا قدام الناس التانيه زي الجزم وتيجوا معايا انا وتتحكموا. يا عم ما بتتحكمش ولا حاجه، ورانا التزامات يا سي رمضان. عينيا ليك يا سي محمود، انت تقم وحبي بقى وقف في اخر الصف هناك. اجري لابرد الخزن، مفيش قبض النهارده. اجري اخر واحد في الصف انت يا سي محمود. تعالى يا اختي مستعجله، تعالى. زينب عبد اللطيف مش كده؟ ايوه. امضي يا اختي. خدي. فهمتك على الله. انا مش على طول. اتفضل يا ست زينب. شكرا. استني ملحوق على المروح ليه؟ ايه؟ لسه ليكي 6 ساعات. خليهم يمكن ما معكش فكه، خدهم مره تانيه. لا يا اختي مفيش خزنه ما فيهاش فكه. احنا ما بنقبلش الفلوس الحرام، اذا كان الفلوس الحلال مقلول قيمتها هنقبل الحرام؟ خد يا اختي. يا سيدي شكرا. مع الف سلامه. اهلا وسهلا. اتفضل يا استاذ عبد العزيز، عشان انت باين عليك انت كمان مستعجل على المروح. برضه عبد العزيز؟ روح انت اقف في اخر الصف هناك. اجي اقف في اخر الصف، انت هتقبض اخر الشهر. 75 قرش حساب البوفيه مدام زينب. من عينيا. اتفضل.
وخلي الباقي علشان ربع جنيه بنشحت اشرب ايه ربع جنيه ده خليه المحروس اللي بطنك طب ما تزعلش خد توأم ان شاء الله ماشي معاك قوي يا بشبيشي تاخد لك 2 جنيه يا سي رمضان لا يا اخوي انا ماليش دعوه بالحاجات دي الله على الاقل تسدد العجز اللي عندك الله انت مش بتقول عندك عجز ب 60 قرش دفعتهم من جيبي اول مره اشوف صراف خزنته تعجز معاه احنا كان عندنا قبل منك صراف كان بيسلف المصلحه كلها بالفائز اعوذ بالله حتى الله ما بينه وبين الحاجات دي سلام عليكم سعيد مبارك نعم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته كل شهر وانت طيب يا سي رمضان مش مضمونة ابدا احنا بنلعب يا بشبيشي ده احنا عيال مخنا نضيف 400,000 جنيه على 3 يعني كل واحد مننا ينوبه 135,000 جنيه وحته
وسلامتين لأبو حسن. لا وأنت الصادق، سلامتين لأبو رمضان. يا عم هلال، يا عمو، عمو. أهلا أهلا رمضان. أهلا. إزيك يا عم هلال؟ تعالى تعالى اشرب معايا الشاي. شاي إيه؟ مش لما ناكل لقمة الأول؟ أما أنا جايب لك شوية طعمية سخنين، إنما يستاهلوا بقك، وشوية بصل، إنما إيه؟ شوف الطعمية وحلاوتها، بص سخنة ولع نار. مد إيدك، مد إيدك كل. ولا أنت اتعشيت؟ أنت اتعشيت، بلاش بقى. أنت فين؟ بقالك كام يوم ما أنتش باين. والله مشغول يا عم هلال وطالع عيني. طالع عينك؟ ليه؟ ده أنت موظف ميري قد الدنيا. موظف ميري؟ موظف ميري ده كان زمان يا عم هلال، ايام ما كانت ال 400 فرخه بنكلي. دلوقتي الموظف بياخد على قفاه. اي والله، اي والله العظيم بياخد على قفاه. بالك انا لولا الملامه لكنت اشتغل معاك عربيجي على العربيه الكارو بتاعتك دي، على الاقل كنت اسلم على النسوان اللي انت بتوصلها. عدم المؤاخذه ما تيجي تشتغل، هو حد عايشك؟ اخاف طول ما انا ماشي اي حد يقول لي علي عوض، علي عوض، وانا ازعل اول ما حد يقول لي علي عوض. انا عايز اسالك سؤال، انا ليه العربجيه بيزعلوا لما حد يقول لهم علي عوض؟ ايه الحكايه دي؟ الله يجازيك يا رمضان يا ابني. بقى علي عوض ده كان شيخ العربجيه زمان في سوق التلات، واي صبي جديد كان يجي يشتغل عندنا في مهنتنا ديت لازم يعدي عليه الاول، يدينه العلقه الجامده التمام اللي هي علشان يذله ويخاف منه ويمشيه على الصراط المستقيم العمر كله. ده عقدة تاريخية بقى، حتى العربجية عندهم عقد تاريخية. انت بتبصيني كده ليه يا رمضان؟ انا دلوقتي فهمت. فهمت؟ فهمت ايه؟ فهمت انت ليه ماشي على الصراط المستقيم. الله يجازيك يا رمضان، عسل والله. انت اللي سكر بلك. انا ما بستريحش في القعده مع حد في الحاره دي غيرك والله يا عم هلال. الله يكرمك. خلي اقول لي يا عم هلال. نعم. انت مش اسمك هلال؟ اه. وانا اسمي رمضان. اه. وهلال قبل رمضان. اه. يعني هلال رمضان. اه. يبقى انا ابوك. ما تيجي اتبناك يا جدي. مفيش مانع يا ابني. قال يعني انا ناقص. بقول لك ايه؟ نعم. طب ما تتبناني انا والحمار وتبقى ابو الحمارين. لا انا اتبناك انت والحمار وحماتي عشان ابقى ابو البهايم. طب يلا بقى اتعشى علشان تشرب الشاي. اشرب؟ كفايه انا اشربه من كعاني يا عم هلال. يا جدع قول يا رب بكره تفرج. يا حلاوتك انت يا سكر، بقالك 800 سنه بتقول بكره تفرج وما زهقتش انت يا فراوله. والله انت فراوله يا شيخ. ما تاكل طعميه ولا انت اتعشيت؟ يا ماما يا ماما. ايوه يا احمد. مفيش ميه، اعمل ايه؟ هي الميه اللي في الكوز عندك في خلصت؟ مفيش. بقول لك يا خلاص يا ماما. اعمل يا ماما. يا بنت وانت قبل ما تخش تغسلي وشك بس تشوفي الميه هتكفيكي ولا لا، يا ده الغلب اللي انا فيه. والحمار ده لسه نايم ولا ايه؟ حمار؟ حمار مين؟ الحمار اللي فوق اللي اسمه رمضان. هيسيبنا من غير ميه لحد دلوقتي؟ يا ماما حرام عليك، قطعتي قلبه من الميه اللي بيجيبها لي كل يوم. ما نعمل ايه يا حمك بقى من غير ميه؟ قلبك عليه قوي يبقى لا فلوس ولا يخدمنا كمان. خطيب قال يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان. الله يخرب بيتك بقى، انا لسه سابق في كابوس قص على صوتك في الحقيقه. يا رمضان يلا خليك انت عوف الاصيل يا رمضان، اشوف فيك يوم. ايوه يا خلف ابو علي. خلف عينك، انت لسه نايم؟ لو بالحوافز ما الله عليك، تعال هوا بعد الميه. عيني عيني. حاضر حاضر يا خلف مقويه. كاتك الهم. موسيقى
عينيا حاضر. امال فين عليك؟ انزل اوام. حاضر. انا اهو. صباح الخير يا رمضان. صباح الفل يا ست الكل. انا هروح اجيب ميه بموارد عشان صباحك النادي. تسلم لي. حلوه تسلم لي دي يا ملفوفه القواه. اي والله ملفوفه. يا اخويا على عيل ده لما صفحت المية. الله جرايه يا ست. انت ايه اللي جابك هنا؟ ما انت ما عندكش دم. انت مش شايفني حريم؟ حريم وده شكل حريم برضو. امال الرجاله يبقى شكلهم ايه؟ كينج كونج. اخرج. طيب كل واحد في دوره. سمي يا اختي قبل ما اشيل المية. اسمي مين؟ طب شايلين انت. العيل ده بتاع مين يا نسوان؟ باين عليك سرقه. ايه؟ باين عليك سرقه. وانا حاسرق عيل اعمل بيه ايه؟ سرقه. شعرفني. حاسرقه منين يا وليه؟ شعرفني. اهي خدي خدي يا وليه. سرقه؟ ايوه. سرقه يا وليه؟ مش انت اللي مديهولي بايدك؟ انا ما عطيتكش حاجه. ما تديش حاجه. انت هتديني يا وليه؟ مش انت اللي مديها للعيل؟ قلت لي حرام يا ولاد حرام. متشكرين قوي يا رمضان. العيش العيش اهو. عايز
عايزين حاجة تانية؟ لا اطلع انت بقى غير هدومك على ما اعمل لك سندوتش تاخده معاك الشغل. اطلع فيه؟ لسه هطلع السلالم دي كلتها. اه هم لا تروح الشغل بهدومك دي؟ اه على رأيك. حاضر ماشي. اللهم ادينا الصحة يا رب. ربنا ياخدك اللي ببالي. صباح الخير يا رمضان. صباح الخير يا عم هلال. الشعبط ماشي. على مهلك. حماتك تحبك. غير ريقك. اغير ريقي ايه؟ حفطر برسيم يا راجل. الطعميه السخنه ايه؟ كل. حماتك تحبك. ماشي ببلاش. حماتك تحبك دي هاي بلاش. حقك عليا. اخد على الراس باريزه. باريزه باريزه يعني هي جت عليك انت؟ يلا اركبوا يا نسوان. يلا يلا ياخد يلا ياخد اطلعي اختي. اطلعي يا حاسب. انا باخد لحاسب. الله 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 الله. أول مرة أشوف واحدة ست بمقصور. طب شيل شيل. عايزين اتنين أربعة رجالة يشيلوا معانا. أنا مش شيل ساعتها. أنا وكال. تعال شيل معانا. ربنا يخليك. تعال معانا. شيل شيل شيل. معاك سلمة يا عم هلال؟ لا مفيش سلمة. معاك شيل. يلا. أنت حط مين وأنت حط معاك شيل. شيل. الله أكبر. الله أكبر. شيل يا جدع. والحين عدينا مؤاخذه. تعملوا ايه؟ قضيه منيله في 60 نيلة يا اخويا. بعد عنا بص هلاقوا فلوس ناقصه في الشغل. اه على بلاطه كده يعني هبصوهم. ودايخين وراه في المحاكم بقالنا يجي 7 اشهر. وكل دول بقى يبقوا قرايبه؟ لا يا اخويا احنا جرينا وجابنا في كل حاجه. لجنه خبراء اجانب يعني. يا اخويا اوعى كده. لا ايه ده؟ انت فين يا شيخ؟ لا اوعى كده. هو انا نعصاب؟ ايه يا ولد ايه ده؟ انا خايف لا تطلعوا لي في المنام مع اللي بتسم. اوعى حد يا محمد. اوعى يا نهار اسود. اوه يا راجل انت. والله العظيم بالكسم يا ولد. يا سعديه يا اختي جوزك ده راجل خايب قوي. انا على راي المثل ان سرقت اسرق جمل. هو اختلس كام؟ 300 جنيه يا اخويا عمر. 300 جنيه؟ عدم المؤاخذة ده راجل أهبل. حد يودي نفسه في داهية عشان 300 جنيه؟ يوه هو في يا اخويا حد بيسرق وعارف نفسه انه هيتقفش؟ والنسوان دي بقى لها 7 اشهر رايحين جايين عشان 300 جنيه. الله مش نيابة ومحاكم وبوليس؟ أبو الجبلة يا اخويا عاملينها فتحة. جوزي بيقول على الأقل على الأقل فيها 10 سنين. يفضل الله ولا تلك يا نبوية. بتفولي على جوزي ليه يا اختي؟ ايوه بتفولي على جوزها ليه نبوية؟ يا سعدية يا اختي دي تسعيرة والعملية دي فيها 10 سنين. حتى اسألي الافندي اللي جنبك ده يا اختي. انا ماليش دعوة انا ما بفهمش في الحاجات دي. بقول لك ايه يا راجل انت ما تحطهاش حلوانة في سلوانة وتلزق كده. ارجع لورا شوية. انا اللي وضع جسمي كده. شوف لك عربية على وضع جسمك. الله انا اشوف العربية على وضع جسمي ازاي بقى يا الاسانسير عطلان يا سي رمضان. يعني انا بضحك عليك؟ لا يا سيف
ما تضحكش عليا ولا حاجة. أمرنا لله. نطلع على السلم. ربنا ياخد اللي في بالي. نعم أخويا. مش قصدي عليك، أنا مش قصدي عليك، أنت ابن حلال. ربنا يفرمك تحت الترمال. ولا حاجة يا بشويش، ولا حاجة. أصل لسه ماشي 90 كيلو. 90 كيلو؟ أصل الدكاترة بيقولوا إن اللي بيطلع 5 أدوار أكنه مشي 3 كيلو. أنا حسبت السلالم اللي طلعتها النهاردة لقيت نفسي ماشي 90 كيلو بالظبط. هما مش 90 كيلو بالظبط، 92 كيلو وشوية كده كيلومتر. علي النعمة أنت مسكين. أي أيوة والله. يا رد واستنى وصلوا الجمعية يا فندم. انت واقف فين تعالى؟ انت مالك بالرز والسمنه؟ انت لا عندك عيال ولا متجوز. الا وقدام يعني مش عندي عيال ولا متجوز، ما اكلش رز ولا سمنه اموت من الجوع؟ سمنا عند حماد يا سيدي، حماد المستقبل. ياك يا رب ربنا يبقى ياخدها، اشوفها بتشنشل في الشوارع وماشيه عريانه مط والناس بتقول عليها المجنونه ايه؟ وانت بتجيب لها ليه؟ بتحرك لها يا سيدي كل شهر قرشين وبحوش الباقي وانا اللي باكل الفتات في الاخر. النبي سيبني يا بشويش بحالي، سيبني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مش عايز اي حاجه بقى في هذا معايا؟ لا اتكل انت على الله. اي خدمه اخوي. اتكل على الله يا راجل. السلام عليكم. مع السلامه. مالك في ايه؟ انت واقف هنا بتعمل ايه؟ مالك في ايه؟ زبون عايز يشتري لحمة بريال قال يبقى فيه؟ نعم. اللحمة بريال قال اقل حاجة عندنا نص كيلو بتلاتة جنيه ونص. نص كيلو مين يا رب؟ احنا بنشتري اللحمة بتاعتنا بالجمعة، بنشتري بالعشرة كيلو بالاربعتاشر كيلو بلد، وفي العيد بربع جنيه. اي والله بربع جنيه. البريال لحمة قال ده بريال دلوقتي بياخدوا المنادي بتاع العربيات. بقولك ايه، خلصني. عايز ايه؟ عايز بريال عرض. عط للكلب. كلب؟ انت بتبصني ليه؟ للكلب بتاعي اللي في البيت. مش باين عليك عندك كلب ابدا. وهو الناس بيبان ان عندهم كلاب ازاي؟ بيهوهوهم؟ بقول لك ايه؟ خلصنا، انا ما عنديش وقت. عايز بريال عط للكلب. ما تبصليش، قلنا للكلب. ايه ده؟ دي لحم. 2 كيلو لحمه هتغدى بيهم. تتغدى ب2 كيلو لحمه؟ ايوه، بطني وانا حر فيه. قال على راي المثل اقرع ونزهي. اقرع ونزهي يا ست؟ اقرع اقرع بس عيش. اقرع على نفسك، لكن جوازك من بنتي لا. ليه يا ست ام علي؟ هو انا مش محوش معاك؟ ينيلك، هم 605 برطوش هتتجوز بيهم؟ لا، 605 جنيه. 605 جنيه تتجوز بيهم يا ست ام علي؟ العروسه موجوده وانا موجود، والفلوس ما بتسعدش حد. البوتاجاز بكام؟ بخمسة عشر جنيه. والتلاجة بكام؟ وأوضة النوم بكام؟ خمسة عشر يا ست، إنما على أرخص حاجة. أيوه، عايز تتجوز بنتي وتنيمها فوق السطوح. أمال أعمل إيه هاني طيب؟ شوف يا رمضان. نعم. ما تزعلش مني، أنت لا تصلح للجواز متلكن. متلكن؟ متلكن ليه بقى؟ ناقص ايد ولا ناقص رجل ولا ناقص منخار؟ لا، ناقص فلوس. ما كل الناس ما معهاش فلوس، عشان كده ما بيتجوزوش. يا ست ام ما تكلمي علي. وهتتكلم تقول ايه عليا؟ يا ماما بالتفاهم مش كده. واحد بقاله 3 سنين بيحوش لي ب605 برطول. ب605 جنيه؟ يا ماما يا ماما اعذريه، هيعمل ايه بس؟ وانا كمان يا بنتي هعمل ايه؟ ما هو كمان لازم يعذرني. ارميكي يعني؟ افرض ان دي اختك، تقدر تبهدلها مع واحد زيك؟ واحد زيي؟ ماله اللي زيي يعني؟ يا ستي انا لا هبهدلها ولا حاجه، انا هحطها في نن عيني من جوه. من جوه؟ ايوه من جوه. مقليسه قوي. يا ابني احنا مش عايزين عينيك، عايزين جيبك. الوقت اللي احنا فيه ده وقت فلوس. معاك فلوس؟ لا، معايا برطيش. خلاص، تبقى برطوشة ما تسواش، ما تزعلش مني. ألا،
هو انت ترزعين الكلمه وتقولي لي ما تزعلش مني؟ اعمل لك بلتك ايه؟ جبلتي يا ست ما تعمليش حاجه، حقك عليا. رمضان استنى بس يا رمضان. يا اختي اقعدي نحى ورا بتعملي ايه؟ يا ماما حرام عليكي كده. حرام عليا اتقدح نفوخة. ما تشر عليك يا بنتي، ده مش هينفعك، ده هيفضل عايش كده على الحميد المجيد. اله ربنا يخرب بيتك يا ام علي، لا طمر فيها الرز ولا طمرت فيها السمنه ولا طمر فيها الميه اللي هدت حيل. يا ابني اهدى، بكره كل شيء يتصلح. ولا بتتصلح ولا بتتنين، دي وليها طماع. اي والله طماع، بس شويه شوربه وعظمتين للكلب، انما ايه جاكي كلب لما يبقى ينهش مصارين اللي جابوك يا ام علي. الهي يا رب تطفح الرز، الهي يا رب السمنه تبقى تنزل تشعوط مصراك الغليظ، انت والجزار اللي عايز ناكل الكلب برياه. امال الموظف اللي زي حالاتي ياكل بكام؟ ما يا ابني انت لو كنت كملت الحقوق مش كان بقى وضعك احسن؟ هم يعني السباكين ولا الميكانيكيه ولا الرقاصين معاهم حقوق؟ طب ما انت ما انت عربجه اهو، وشوف انت بتاكل ايه وانا باكل ايه. الله 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 الله، احنا حنوق مرضيتش، تعالى كل معايا وانت اللي مرضيتش. ثم حقوق ايه اللي كنت هكمله؟ ده انا قعدت من سنه اولى لسنه تانيه في 6 سنين، كنت حلقها منين ولا منين؟ حلقها من الخزنه ولا من قانون العقوبات ولا من الجنايات ولا من طوابير الجمعيه ولا من مجاب الميه ولا من مجاب العيش ولا من قله ادب المدير العام؟ طب دلوقتي ناوي تعمل ايه مع حماتك؟ ضروري هنلاقي حل، ضروري. ما تيجي نبادل، انت تاخد العظم وناخد الفراخ، ما انت كنت فراخ كتير، انت مستني ايه؟ ما تيجي نبادل يا جدع، بلاش كان فارق. دوق انت بس، دوق انت العظم دي هتلاقيه هايل. اي أيوة والله. طب انت مستني حاجه من الدنيا؟ يا راجل اتكل على الله. السلام عليكم يا مغاوري. ازيك يا ولد؟ الحمد لله على السلامة يا استاذ رمضان. ازيك؟ ألف الحمد لله على السلامة يا استاذ رمضان. مالك يا ابني ازاي البغل كده؟ ايه اللي بيحصل بيه؟ ايه في ايه؟ انتوا قلبتوا الدار مقابل الجواميس؟ ايوه، اصل ابويا العمدة مخلي كل حتة في الدار دلوقتي تجيب فلوس. هو ما فيش سنة غير سنة الفلوس؟ نهايته خلي العمدة في ايه؟ موجود جوه، اتفضل يا استاذ رمضان. يلا اتفضل. قلتوا ايه؟ سلام عليكم. عمرك سلام. اهلا 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 وسهلا. مساء الخير. اهلا وسهلا. اهلا 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 بيكم. ازيك يا خالي؟ رمضان اهلا وسهلا. مال وشك اصفر كده يا عكر؟ ها؟ ازيك يا خالي؟ اهلا. ازيك يا هنداوي؟ بارك الله فيك يا رمضان. اهلا 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 يا خالي. اهلا بك انت. يا الدنيا حر ولا حاجه؟ يا بس عشان انت جاي من صافا، ازاي مصر واللي فيه؟ مصر كويس واللي فيها كويسين قوي. ازيك انت يا خال؟ هي الدنيا ساقعه باين يا ابني، ما ترسلك على بار ساقعه ولا سخن؟ اي حاجه يا خال، حاجه ساقعه حاجه سخنه، اي حاجه تشرب وخلاص. طب ما تقول كده من الاول. اديني اقول شاي اللي جوه. علي النعم، ما فيش اي ولا نيله جاي. ها؟ ازيك يا خال؟ اهلا وسهلا. اهلا بيك. نستاذن احنا بقى يا حضره العمده، وسيبك مع الاستاذ رمضان. طب اديله يا جدع الفلوس قبل ما تجوه. اهم 8000 جنيه جبناهم من التاجر اللي قلت عليه يا عمده، عددهم بايدي، تحب اعدهم لك تاني؟ 8 اساتك، كل استك في 1000 جنيه. ده رايي يا هنداو، انت ما بتفهمش يا ولد. الله، خالي العمده عمال بيغمز لك عشان ما تجيبش سيره الفلوس قدام. انت حمار. سلام عليكم. مع السلامة. سلامات يا رمضان. اهلا يا خالي. عارف يا خال، الدنيا مرة تبقى ساعة ومرة تبقى سخنة ومرة تبقى هفتانة. تجعان وافرض يعني، ما انت هتقول غدا اللي جوه. غدا اللي جوه. يبقى بني خير يا رمضان. خير ان شاء الله يا خال، خير. انا كنت جاي لك في مشوار سريع كده، كنت قصدك في قرشين، كنت عايز رزمة يعني. منين يا من هنا؟ ثم انا شايف وسامع دلوقتي ان ربنا فتحها عليه. ايش بقر وايش معيز وايش خرفان وايش جواميس، وما تنساش كمان ان ارض امي كانت جواميس عليه، عملت لك خير قد كده. كلام ايه اللي بتقوله ده؟ بلاش الغادي اللي جوه. قال يعني كان هيجي. انا ما احبش الكلام العيوب. ارض امك انت كلت بقى من زمان. كلت بقى ايه؟ حادق وبتاو؟ هتحاسبني على الحادق والبتاوي اللي اكلته؟ بلاش يا سيدي حكايه الارض، خليه علشان خاطر رابطه الارحام اللي بيني. وانت صغير عشان تشحن؟ شحط طويل عريض مستوظف في الحكومه وجاي تشحن؟
ثم اجيب لك من ايه؟ انا ما حلتيش حاجه. ما هم لسه مديلك تمن رزم على قلبك قد كده هم. دي فلوس ناس. قوم يا رمضان، قوم يا اخويا الحق عربيه مصر قبل ما تفوتك. بالسلامه يا اخوي، وسلم لي على الناس اللي في مصر. الهي يا ربنا يجيب لك شوطه في الجواميس بتاعك. الهي يا رب اللي ياكل لحمه من بتاعتك يجي له ده الصعار ويمشي اهو في السك وانت اوله. عمال بيغمز لك عشان ما اعرفش حكايه الفلوس. خفت انت؟ خفت الاضربه؟ ايه؟ سلام عليكم. اهلا يا بشبيشي. اتفضل. برافو عليك يا بشبيشي. كنت كويس انك جبت الشنطه، بس انا عايز افهم هتعمل بيها ايه؟ وانت منك دلوقتي تعرف كل حاجه. شحتوت. ايوه يا معلم. عارف هتعمل ايه؟ عارف يا معلمي. امسك شنطه زيها بالظبط، ما يفرقوش عن بعض ملي. ايه الوساخ اللي فيها، الخياطه اللي فيها، صوره منها طبق الاصل. ماشي يا معلم. اضرب يا بشبيشي. اضرب يا بشبيش اضرب. بكره نضرب ضربتنا الكبيره قوي. الظاهر الحل هنا ولا ايه؟ مش معقول، مش معقول. ليه؟ انها متسدده من كل حته. لقيت السد في وشك يا عيشه ام علي، تبقي تمشي بشحت في الشوارع. ايه غيرك؟ صلح لي يا استاذ رمضان، بتفكر في ايه؟ انا جهزت يا اخي اهو. كل واحد بفكر في خيبته. يبقى بتفكر في الفلوس. فلوس ايه؟ اجري اجري كتخيل. انت فاهم حاجه؟ اجري. يبقى انا ما قلتش غلط بقى. ما هو ما دام النهارده 27 منه يبقى كله بيفكر في الفلوس. بلاش كده يا استاذ رمضان. هقول لك حاجه بقى يا هاني. طب انا اعرف موظفين بيعدوا اخر الشهر بالساعه مش باليوم، عشان كده مش فاضيين يشتغلوا. وهم هيقطعوا نفسهم؟ هيعدوا ولا يشتغلوا؟ يسلب بقك. حلوه. ايه دي اللي حلو؟ النكته. نكته؟ النبي انت فايق ولا يا بشبيش؟ اهو شويه كده وشويه كده يا استاذ رمضان. الله، ايه الكتاب ده؟ قانون العقوبات؟ انت هترجع الحقوق تاني؟ رمضان. علي ازاي؟ ده انا كنت دلوقتي. وحشني قوي يا رمضان. الله يوفقك. واقفة عندك بتعملي ايه؟ تعالي كده. روحي إله ربنا سد ابواب الجنه في وشك والنار كمان، عشان تحتسي في الاخره ما تلاقيش حته تاويك. مالهم 605 برطوش؟ ايه رجعت الشنطه مكانها؟ كله تمام. وفاهم هتعمل ايه؟ اه فاهم كل حاجه. بقول لك ايه، المهم بقى انك انت ما تركبش معاه، تعمل المستحيل عشان تزوغ منه. ازوغ منه ليه؟ لا ما فيهاش ليه، هو لازم كده. وقوم انتس بقى على المصلحه وتشوف شغلك عادي لحد ما نتقابل. عشان يلبسها قول لي. ها؟ قول لي. ما تقول لي انت. يا غير اقول لي يعني لوحده. الله. والفلوس هتودوها فين؟ احنا هننام عليها لحد الموضوع ما يهدى خالص. وانا مش طمني ان انتوا مش هتضحكوا عليا. يا جدع عيب، ربنا يديم معروف، احنا مخونش بعض. ثم احنا هنروح منك فين؟ وبعدين ما انت ممكن تبلغ عننا وتكشفنا ونروح كلنا في حديد. عليك نور. ربنا ما يجيب حديد يا اخي. جهزت التاكسي اشحتك؟ كله تمام. خلاص وما نتقابل بكره الصبح انا وانت قدام البنك. ماشي يا عمنا. فلوسك تمام يا سي رمضان؟ تمام يا عم حافظ، كل شهر وانت طيب. وانت طيب يا حبيبي. شايلني يا بشبيش. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. استاذ رمضان، عايز تقول ايه يا بشبيش؟ انا كنت عايز اقول لك حاجه. طب ما انا كمان كنت عايز اقول لك حاجه. ما تقول.
لا قول انت الاول. انا بقول يعني اسيبك وانت تروح المجمع لوحدك. ليه؟ اصل عايز اشتري الشاي والبن تموين كل شهر يعني. تعرف انك انت ابن حلال؟ ليه؟ لانني كمان كنت عايز اقول لك اسبقني، علشان التاكسيات ما بتوقفش الا للزبون المفرط، فانت لما هتمشي هلاقي بدل التاكسي اتنين. ايوه بس انا خايف يعني تستتل الشنطه. شنطه ايه اللي عايز تتقل؟ ما انا متعود عليه كده. طب استأجز انا بقى. يلا خد بالك دي عهده. يلا بالسلامه. عهده يلا. ربنا يوفقك يا بشبيشه. يلا يا اخوي مع السلامه. سلامه يا بشبيشه. السلامه يا اخوي. السلامه يا بشبيشه. لا مؤاخذة جت سليمة. جت سليمة يعني ايه؟ ده انت كنت هتموت. والله ماشي بكلم نفسي، مراتي بتولد. وانا مال؟ مراتك بتولد كنت هبلت الهبة دي. معلش حقك عليا حقك عليا. يا بروح تاكسي. فاضي؟ على فين؟ هديك اللي انت عايزه. على فين يعني؟ البغالة باب الشعرية. اخد 5 جنيه. انا موافق. ورانا التزامات الله يخليك يا ابني. ما الخدمه فاضيه قدامكم اهي اهي فاضيه.
في 35 قرش تاخدوهم دلوقتي تفكوا نفسكم بيهم؟ طب وليه انك ما جبتش فلوس من البنك؟ دي مسألة كسل بقى. احفظ لسانك يا اخي. انا بقالي 15 سنة بشتغل، لعمري كسلت ولا عمري خدت تعريفة من حد بدون وجه حق. امال فين فلوسنا؟ الله ما تقولها يا اخي، اختلستيه والله العظيم، ثلاثة بالله العظيم اختلستيه عشان تبقى ملحوقة على المروحة قوي يا اختي. لا هذا انت مؤكد حصل لمخك حاجة. عيب يا اخيني، انا اعلم منكم كلكم. وفي واحد عارف في الدنيا يقول الكلام ده؟ والله ده اللي حصل بقى. لا مش هينفع الكلام ده. اوعى تتهور، اوعى تتهور مع عرضك يا اخيني، اوعى تتهور اللي يحبسوك. ده كده على موظف عام. خد انت ال 35 قرش دول ليه كلهم؟ اعمل بيهم ايه؟ خدهم. يعني 35 قرش ايه؟ يا اخوانا احنا لازم نروح للمدير العام ونشتكيه عشان نشوف صرفه في الجامع ده. يلا بينا. يلا بينا. يلا بينا. حصل ده يا سي رمضان؟ هي صوري انا عارف اقول كل شويه، قلت لك يا اخي انت سام ابن احمد الشهاب. حاضر. الله، ايه الحكايه؟ الله، هو سرق فعلا؟ امال اللي احنا خدناها دي ايه؟ صابونه؟ ولا يكونش اتجنن عشان اكتشف السرقه؟ والله ما انا عارف، يمكن انا اللي هتجنن. انا مش عارف ايه الحكايه بالظبط. السلام عليكم. خير؟ خير يا فندم. ايه التهريج اللي بيحصل ده؟ التهريج ايه لا سمح الله؟ ازاي ما خبطتش الموظفين دي لغايه دلوقتي؟ ثم ايه كلام الفارغ اللي انت بتقوله ده؟ انا قلت لهم على الحقيقه. بلغت البوليس. بوليس؟ بوليس ايه يا فندم؟ هم مش قالوا لك اللي انا اختلست؟ يعني الكلام ده مظبوط؟ ايوه مظبوط. انت عبيط ولا بتستعبط؟ ولا عبيط ولا بستعبط. تبقى اتجننت. ولا اتجننت ولا حاجه. حضرتك المدير العام وادي رمضان وده تليفون ودول الموظفين وبره السكرتير الغليز بتاعك اللي اسمه عزيز. ثم واحد اختلف فيها ايه دي؟ واحد شايل دقنه، التاني زعلان ليه؟ هو اللي يختلس يقول انا اختلست. لا وبمين انا راجل ما عرفش اللف ورا الدوران؟ ابقى غلطان؟ يا رمضان يا رمضان، انا كراجل مسؤول ما اقدرش اسمح بمهزله زي دي. انا مضطر ابلغ البوليس. ما قلنا كده من الصبح ما سمعتوش كلامي. انت حر، اتفضلوا على مكاتبكم. اما انت بقى فانا مضطر اتحفظ عليك في مكان امين. اطلب لي اسم عصر الميز. هي يا رمضان، انت ناوي تتعبنا يا ابني؟ يا بيه انتوا اللي عايزين تتعبوا نفسكم. واحد بيقول لكم انا اختلست وبعدين؟ ولا قبل ايه؟ سيادتك تعمل اللازم وتخلصني. وايه هو اللازم بقى يا سي رمضان؟ محضر وسيادتك تكتب فيه ان المذكور اختلس مبلغ 400 الف جنيه و94 قرش ونص، واعترف المذكور باختلاسه المبلغ، وسيادتك تحول المحضر للسيد وكيل النيابه الذي يامر بالقبض عليه وحبس حبسا مطلقا على ذمه التحقيق. بس في حاجه دي، هو انا هعرف سيادتك شغلتك لمؤاخذه؟ ما بتفرجش حق كده ولا ايه؟ ما تقول ده اسمك ايه؟ ده الاختلاسات يعني شغاله ولع. ده انت مصيبه. انت مين ملاحق علينا؟ قال لك هو انا عشان جبت لكم دغري ابقى بتلاقى عليكم؟ حاجه يا اخي، انت مالك مكشر كده كده؟ ادخل. سيادة وكيل وزاره، خليك. اتفضل. اتفضل يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. اتفضل يا فندم. الوزارة مقلوبة. اتفضل. خير؟ تم ايه؟ مصمم افندي على اقواله، بيقول ان هو اللي اختلس المبلغ. ليه يا رمضان ليه؟ وكيل الوزارة بيقول يا رمضان يا ابني، ده ايه الامل اللي الواحد فيها دي؟ اخيرا بكلم وكيل الوزارة وبيبتسم لي ابتسامة ذات مغزى. شوف هذه اهمية ان تكون مختلس، انك تكلم وكيل الوزارة شخصيا. ليه يا ابني كل ده بس؟ انت زعلان مني ولا ايه؟ وكمان بنتعاتب عتاب الاصدقاء. شوف الحلاوه. يا راجل ده انا حفيت عشان اقابلك، دول قالوا لي انت اتجننت، سرب بنكله يقابل اللي به وكيل الوزاره، ده يعتبر تخطي للرؤساء وتروح في سين وجيه. خير؟ كنت عاوز مني حاجه؟ كنت عايز اشكي لك وجعتي، كنت عايز اقول لك تقول الكمبيوتر بتاعكم ده يختش على دمه ويديني شقه ولو اوضه وصاله تنيل اتجوز فيه. يا ابني ما انت عارف الكمبيوتر ما الناس سيطره عليه. ما هو يا ابني الكمبيوتر ده بيشتغل عندكم، ويا ابني انتوا اللي بتدوله المعلومات، ويا ابني انتوا اللي بتاكلوه الكوس، بدليل انه عمره ما اداه الا للمدير العام
والمراقب العام والمشرف العام والمتنايل العام. على كل حال يا ابني، اذا كانت ضاعت منك الشقه هنعوضها لك بحاجه تانيه احسن منها 100 مره. ايه رايك يا سيدي حدك حته ارض تبني عليها اللي انت عايزه؟ فين؟ في السلوم. في السلوم؟ المستقبل كله هناك. لا وايه؟ الجمعيه عامله المتر هناك ب 50 قرش. عايز نسكن بعيد عن القاهره ب 450 كيلو؟ دي تبقى تصيف فيها يا ابني. اصيف ايه؟ هو انا عارف اشدت الاول لما هصيف؟ انت عملت زي لما وزعت علينا كاستور، طلع نصيبي متر ونص وديتهم للترزي قلت يعملهم لاي حاجه. عارف قال لي ينفعوا ايه؟ ايه؟ بالظبط زي ما قال لفندي كده. اعقل يا ابني ورجع الفلوس. مستني كلامك. انا هتودي نفسك في ده؟ يا سيدي الله يشكرك، الله يخليك، شاكرين قوي. يلا ونبي حد مامور، يلا حد ابوك خلصت. يلا يلا اقلب اي حاجه، البيه الوكيل هيبقى يتصرف، والبيه الوكيل عايز يتغدى مع اولاده كمان. يلا حاضر حاضر يا سيدي، خدوا يا رخيم حسنين حطوا في العجز. حاضر يا فندم. ربنا يخليك يا شيخ، زخرت وجربت زخر العداله. يلا حسنين يلا. باي باي يا وكيل. باي باي يا ابني. باي باي يا اخويا. يلا يلا امشي قدام، ما تخافش. امشي خايف من ايه؟ يلا نجرب قدام، امشي. خد اذن من النيابه بتفتيش بيت المتهم واعمل تحرياتك يا سعيد. حاضر. انما انت موديني على فين؟ موديك تشرب القهوه في الشرق. انا بشربها مظبوط. يا دمك يا اخي. بقول لك ايه؟ ما تيجي بدل ما نروح حجز ومع ناس نروح على السجن على طول ونخلص. ده انت مستني يا حبيبي. لا بقول لك ايه؟ ما تزقنيش، انا بقول لك اهو. انت واخد واحد سارق 400,000 جنيه، مش واخد واحد سارق جوز فراخ ولا نشيله جوز جنيهات؟ انا بقول لك روح اشتري نفسك. طب تعالى خش يا غمر. انت برضه بيزوق؟ ازيكم يا اوباش؟ يا سفلة القوم. مش انتوا سفلة القوم برضه؟ واوباش؟ دي اوضة رمضان؟ اي فتشوها. ليه يا حضرة الضابط؟ رمضان اختلس مرتبات الموظفين. رمضان كويس قوي يا حضرة الضابط، مش ممكن يمد ايده على حد بغير. بعترف. مش ممكن، انتوا اكيد ضربتوه. احنا ما ضربش حد. معقول؟ مش معقول. معقول رمضان يعمل كده؟ مش معقول. مش ممكن. مستحيل رمضان يختلس. متأكدة إن المسألة فيها حاجة غلط، رمضان مش ممكن يعمل كده أبدا. يا أختي كفاية الفضايح والبوليس دخل بيتنا. قال لي قول لي يا جدع أنت، أنتوا بتدوروا على كام؟ 400,000 جنيه. 400,000 جنيه؟ بقى المسخمط على عينه ده يمشي 400,000 جنيه؟ اختلس. يا أخويا اختلس ولا ما اختلسش، المهم إن خدهم. أه بالنساه السهتل ده. يا ماما حرام عليكي بقى. مفيش حاجة يا فندم. احب انبهكم اذا كنتم مخبين اي حاجه هتقعوا تحت طاقيه القانون وهتجيبوا نفسكم الاذى. احنا ما نعرفش حاجه، خليكم ماسكين في الحمار. الحمار قال دحذا لحمير. يا اخوانا عيب كده، العفره دي مش معقول. هنفضل مرمين كده لغايه ما تخلصوا اجراءاتكم؟ اسكت يا جدع انت، اسكت وروح اقعد مكانك. وحياه ابوك يا عسكري يروح يقول لهم الاخ رمضان زهق من القعده. قلت لك اسكت لحسن اقوم اكسر دماغك. يا جدع صلي على النبي كده، وانت تقدر تعمل حاجه؟ حق عليا يعني اللي عايز افضلكم مكان لزاهر اخر. ارجع مكانك يا اخينا انت. رمضان عليه. ازيك يا رمضان؟ ازيك انت عليك؟ عارف انت انت ايه اللي حصل يا رمضان؟ بعدين هقول لك كل حاجه. ايه اللي جابك دلوقتي؟ انا جايبه لك لقمه. تعيش يا علي تعيش، هات منها الاكل يا عسكري. انت بتتامر قوي. والنبي يا اخويا تديله الاكل. حاضر يا ستي، هو مسموح له باكل مدني، بس امشي انت. روحي انت عليه، روحي وحطي بطنك بطيخه صيفي. ازاي بس يا رمضان؟ يا ستي امشي بقى، ما تودينيش في داهيه. الله، امشي مكانك يا جدع انت. مش لما تناولني الاكل الاول؟ حاضر يا سيدي حاضر، اتفضلي يا ستي. مع السلامه. وانت حلويتي وبقيت ملفوفه كده. مع السلامه. خلي بالك من نفسك. انت محلويه كده. ها ايوه يا سيدي اهو، هات الاكل يا باب. طيب يا سيدي اتفضل. سلام يا فندم. اتفضل انت. تعالى هنا انا بقول للعسكري. اقعد يا رمضان.
كل تقارير المباحث اللي قدامي بتقول انك كويس وسمعتك طيبه وانك ماشي دغري. ما هو دي اللي انا بقوله بيه، انا فعلا ماشي دغري، عشان كده لما اختلست جبتكم على بلاطه كده على طول. مش احسن ما كنت حرقت لكم الخزنه وتقعدوا تحققوا موسيم وجين وتقلبوا دماغكم؟ لا يا بيه لا، ويمكن انكشف او ما انكشفش. انا ما بحبش الطرق دي، انا لا بتاع ماس كهربائي ولا عقب سجاره، اختلاس واختلاس حقيقي وقوي وواضح، وديتها معروف من 7 ل 10. من 7 ل 10 ايه؟ من 7 ل 10 سنين سجن، كما هو المادة 112 الباب الرابع من قانون العقوبات، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل موظف أو مستخدم عمومي يختلس أموالاً أو أوراقاً أو أمتعة سلمت إليه بسبب وظيفته. وأنت عرفت الحاجات دي كلها منين؟ لا أنا ما قلتلكش، قال إيه يا سيدي؟ كنت أنا طالب في الحقوق بس بطلت دلوقتي، بس حافظ المادة 112 الباب الرابع من قانون العقوبات كويس أوي، كويس أوي أوي أوي. بس يوم واحد سجن بفلوس الدنيا كلها يا رمضان؟ طب وايه يعني؟ ما انا مسجون جوه نفسي ومفيش حاجه عارف احققها. طب ما تاخذنيش انت لو مسجون جوه نفسك انا عميت مره مما لو سجنت في سجون مصر كلها. يلا بيه، يلا خلصنا وحياه ابوه، يلا دي القضيه جاهزه وواضحه والزبون مدب ومعترف، واحنا جاهزين، احنا جاهزين قوي. طب ليه عملت كده يا رمضان؟ قصدك البواعث يعني يا بيه؟ هي ده عايز اسال. واحد تحت ايده 400,000 جنيه، حسبته لقيت نفسي عمال ما اخرج على المعاش هاخد 6,000 جنيه نقطه نقطه. طب خليك انت مكان. تاخد الحكايه ببساطه قوي. ما هو يا بيه لو قانون العقوبات بيقول ان المختلس يعدم كنت فكرت شاورت عقلي، لان العمر مش معزق، وحتى لو غيرت القانون دلوقتي مش هيطبق عليا. ليه بقى؟ لان الجريمه حصلت في ظل القانون القديم. منطق مش كده؟ انت طلعت لنا منين؟ واشمعنى انا يعني طلعت لكم منين؟ ما الدنيا مليانه حراميه. طب فكر وارجع في كلامك وانا هحفظ المحضر. افكر؟ افكر في ايه؟ يا سعادة البيت، أنا لو كان حصل عندي 50 جنيه عجز في الخزينة كانوا اعتبروها اختلاس زيهم زي 400,000 جنيه، هيطبقوا المادة 112 الباب الرابع من قانون العقوبات، جنيه زي 1,000، يبقى انسرقت سرقة جمل. مش واخد بالك أنت؟ على رأي الولية القرشانة بتاعت الكرو. يعني مفيش فايدة في دماغك؟ أنت بتضيع وقت سعادتك. خلي بالك كويس إن إحنا هنجيب الفلوس، وساعتها اللي حطوا له أبيض ولا أسود، وهتتحبس برضه. وما حياة فرص برضه يا باشا. طب انت هتخرج دلوقتي؟ اخرج اروح فين؟ هتخرج بره؟ هتروح؟ لا. ليه؟ كده هتدفع كفاله وتروح لغايه ما يتحدد لك جلسه. طب انا ما عنديش فلوس ادفع الكفاله. ما عندكش فلوس؟ واحد 400,000 جنيه وما معكش فلوس؟ لا، ما هم دول ليهم اوان تاني خالص، ولا العفاريت الزرق يعرف مكانهم دلوقتي. لما اخرج من السجن وعليه خير بقى يبقى فيه كلام تاني، على راي محمد لطيف. شفت ماتش الاهلي والمحله؟ سيبك من الكلام ده دلوقتي. يعني انت مش عايز تخرج بكفاله؟ يا بيه انا عايز القضيه تخلص اوام، والحكم اوام اوام، والسجن اوام اوام، عايزين نخلص. الله، ايه اللي هيخرجني ويدخلني؟ على كل حال انا اقدر اخرجك من غير كفاله بضمان بطاقتك الشخصيه او محل سكنك، أو تلاقي لك محامي دافع عنك. والله يا سعادة الباشا المسألة لا محتاجة محامي ولا غيره، القانون واضح والمادة معروفة ومحفوظة. إن أنا قدام حضرتك عايز تخرجني، خرجني، يمكن لك هدف تاني. طب هات بطاقتك الشخصية. معيش بطاقة. إيه؟ وروني بقى هتعملوا إيه؟ ولا يمكن حضرتك أهو؟ لا، في بطاقة. أهي أهي، يمكن لك هدف تاني. بس شفت الصورة بتاعتي حلوة. طب اتفضل اديها له وأنا حاضر. صورة جميلة من ساعة ما كنت في الإعدادية. أي أيوة والله. اتفضل امشي. هات يا سيدي. اتفضل. ما تخافش. مع السلامة. أي أيوة والله، خلي التذكرة مع حد. مع السلامة. السلام عليكم. مش عايزين أي حاجة من بره؟ مع السلامة. السلام عليكم. روح فين يا فينا؟ خش خش. إيه يا دلعين؟ البيه الوكيل هو اللي خرجني. سيبه عسكري. ده حاجة عجيبة. عمرك شفت حرامي بيخرج؟ ده بيبقى قاعد قاعدين وبيخرج بكفالة. بيضيعوا وقتهم. اتفضل. لا مش انت، انا بقى المره. السلام عليكم. عايزكم تراقبوه كويس. تفتكر سيادتك انه مش عامل حسابه؟ اكيد عامل حسابه طبعا، لكن اهو اجراء يمكن نعرف فيه اي معلومات تفيدنا عن مكان الفلوس. المهم عندنا دلوقتي الفلوس. حاضر يا فندم. Thank you.
وانا اللي انت ايه هرب؟ ايه وهرب؟ واللي هيلاقيني هيديله مكافأة 50,000 جنيه. حرامي حرامي اوعى تدخل حرامي حرامي ايه كتكنيل؟ احنا ناقصين هم راضيين حد يسجنوني. يلا امشي بلا قلب يا كفار. رمضان ماما يا ماما. ايوه يا علي في ايه؟ رمضان رمضان جه يا ماما. رمضان رمضان الحمد لله على السلامة. ازيك يا علي؟ ليه عملت في نفسك كده يا رمضان؟ ازيك يا رمضان؟ ايه عملت ايه؟ خدوا منك الفلوس؟ هما مين دول؟ الحكومة. ما يقدروش. امال حصل ايه؟ سابوني لغاية ما حددوا ميعاد الجلسة. يا اختي عليك اسم الله يا اخويا انت تعبان. خش يا حبيبي. اهلا وسهلا خطوة عزيزة. اتفضل يا اخويا اتفضل. اقعد يا حبيبي اتفضل اتفضل يا حبيبي. اهلا يا روح قلبي. عليا اعملي شاي لخطيبك ولا اقول لك اعملي شربات؟ لا بلاش. امال عايز ايه يا اخويا؟ انا جعان. يعني يا الاثنين دقيقتين وهحضر لك الاكل. يختي عليك وعلى جمالك اختي حلاوتك. الا قول لي يا اخويا هم صحيح كام؟ هم ايه دول؟ 2 مليون. ايه؟ 2 مليون. 2 مليون؟ يا نهار ازرق. هي الاخبار عقبال ما وصلت هنا بقوا 2 مليون. امال كام يا عين امك؟ مفيش والله مفيش. هم 400,000 جنيه عمي. عمي؟ عمي ازاي بقى؟ حلوين يا اخويا حلوين. دول يبدوا 4 عمارات ويجيبوا تاكسيين ويخلوا العيشه نغنغه. اما قوم يا اخويا اعمل لك لقمه تاكلها يا ضنايا. ربنا يخليك لشبابك. عليا خلي بالك من خطيبك يا حبيبي. ايوه خلي بالك مني لنط بالشباك. بايخه مش كده؟ عملت كده ليه يا رمضان؟ عشان نعيش. امتى؟ كلها كام سنة؟ أكني سافرت أي بلد عملت قرشين ورجعت. بس دول بقى مش قرشين. دول 400,000 جنيه. أموال الدنيا كلها ما تساويش إنك تعمل فيا وفي نفسك كده. كفاية إنك هتبقى رد سجون. يا ستي رد سجون رد حواري. الناس مالهاش غير اللي قدامها. ثم أنت مش كنت زعلانة إن أنا ما عنديش شهادة جامعية؟ أدينا هجيب لك شهادة جامعية من جامعة أبو زعب. انا ما بهزرش دلوقتي يا رمضان. خلاص على العموم الكلام جه متاخر يا علي. مش متاخر ولا حاجه. انت ممكن ترجع لهم فلوسهم. لا ده احنا نبقى بنهزر بقى يا استا علي. وانت فاكراني يعني لما هرجع لهم فلوسهم هيحبوا على راسي ويسيبوني؟ وليه لا؟ الجريمه وقعت خلاص. كده ولا كده داخل السجن وفقد وظيفتي. ثم انا عايز اعرف بقى بصراحه انت قلبك عليا ولا على نفسك؟ تلاقيكي خايف لا غيب عنك وما تتجوزيش بسرعه. ما تخافيش طمني. الناس بتوصل 45 سنه دلوقتي وما تتجوزش بس بيمشوا يكلموا نفسهم في الشوارع. انا ما بتكلمش على الجواز. اللي بيني وبينك اكبر من الجواز. اكبر قد ايه؟ كم كيلو يعني؟ خليك واقعيه يا علي. من يومين ثلاثه امك ما كانتش طايقاني. دلوقتي بتقول لي يا ضناي احنا في زمن بطاقه الانسان فلوسه 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 بس علي. اسال الجعان. جبت لك كوسه ورز وفراخ النمائيه هتاكل صوابعك وراهم. قوم يا كب كبه. احنا بنحلم ولا ايه؟ ايه اللي حصل بالظبط؟ الحكايه بسيطه يا اخينا. ده فكر في اللي احنا فكرنا فيه في نفس الوقت. يعني هو فاهم دلوقتي انه سرق الفلوس فعلا؟ مفيش غير كده. طب احنا مستنيين ايه دلوقتي؟ ما نوزع بقى كل واحد ياخد حقه ونبشبش الانتيكه ولا ايه يا هلوتي؟ لا بشبيشي انا مش موافق على الكلام ده. ممكن الواد ده يكون اخبث مننا ومرتب لنا حاجه. احنا ننامله في الدره لحد ما نشوف ايه الحكايه. عندك حق يا هلوتي تخاف. الخوف اجدع عشان في الضمان. واللي بأكد لي نظريتي انهم خرجوه كفالة. انا سمعت انه خرج من غير كفالة كمان. رايح فين يا حنية؟ الله اكبر. قاموس الفاظك بقى حلو قوي يا حماتي. انت طول عمرك غالي عليا يا رمضان. تعال كلك لقمة. اكل ايه وليه؟ ما انا لسه بتغدى. وماله كل كمان هتنزل على لحم بطنك. تعال انا عايزك في كلمتين. تعال تعال. كلمتين ايه بس؟ تعال.
عايز ايه؟ انت طبعا مدكن الفلوس. ايوه طبعا مدكن. ما تجيبش الهمنك معايا. هتشيلي لي 400,000 جنيه. وماله في الحفظ والصوم؟ طب ما انا اشيلهم في الحفظ والصوم. طب هتدفع المهر امتى؟ يا حما تنسي الفلوس دلوقتي خالص. يا ابني قبل المهر ما يغلى. يا ستي بغليه زي ما انت عايز، انا جاهز. طيب يا ضنايا. هتفضلي قاعده كده على طول؟ مش هتقومي؟ حاضر. قوم انا عايز اقفل الباب. طيب مالك انا. قومي. زحمطتني. خيرك سابق يا عم رمضان. يترد لك ان شاء الله في قضيه تمويل. طول عمرك دمك زي العسل. انا جايب لك شويه بقاله حلوين قوي. كتر خيرك. كتر خيرك يا عم سويل. بقول لك انا عايز في كلمتين. نعم. شوف يا سيدي دلوقتي لما اقصد في دي الكلمه الناس بتقلي بدكاكينها بتعملها في سوبر ماركت. فكره حلوه. ها؟ وانا بقى لما اقصد يعني عايز منك قرشين سلف هتبقى حلوه وانت ابو جدعان. سلف مين يا عم سويل؟ الله 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 الله. من هف اللي انت هفه. من هف اللي انا هفه؟ طب انا هفيه، انت كمان تهف؟ الناس لبعضيها يا رمضان. الناس لبعضها في الهف يا عم سويلم. الله صدقه من اللي انت سارقه. صدقه؟ الصدقه ما تجوز الا من مال الحلال. احنا على قوم متشكرين قوي على الهديه دي. لا يا اخويا فيه لا يا شيخ. يلا مرفيكا، يلا امشي بلا فلقه بلا مرفيكا بلا غنى بلا يحضر. يلا على رايك بلا نيلي. يا ساتر. انا همشي من هنا، تعال وراي. السلام عليكم. تشرب ايه يا شويش؟ افندم تشرب ايه؟ هو انت تعرفني يا جدع انت؟ الا ما اعرفكش. بقى تبقى ماسك جورنال ولابس بنط وجزمه ميري وعايزني ما اعرفكش. قول لي اللي بعتك مفيش فايده. انا مش ههور يمة الفلوس دي نهائي دلوقتي. انت كده بتتعب نفسك على الفاضي يا شويش. ايه حكايه شويش دي؟ هو انت لسه ما ترقيتش؟ طب وبعدين؟ هتفضل طول عمرك نفر كده؟ ها؟ ما تقدم شكوى. قدم شكوى عشان يرقوه. ده انت كبرت في السن. اي أيوة والله كبرت في السن وصحتك بقت عيضه عيضه. هو انت قادر تقف على حيلك يا راجل؟ زمانك دلوقتي بقى مصولات. اي أيوة والله العظيم والله العظيم ثلاثه بقى مصولات. الظلم وخد حقك. بلد انا لو اقدر اساعدك كنت سعيد. كنت عرفتك سر. بس دي معقوله؟ اضحي ب 400,000 جنيه عشان واحد تافه زيك؟ دي معقولة؟
حق دي لو حصل وعرفت سري يوه يوه كان زمانك دلوقتي طالع في الجرايد وبتسلم على المسؤولين ويدوك 2 جنيه مكافأة. انا مش فاهم حاجة. انا بقى فاهم. ايه اللي وقع منك يا دي؟ مش بنفر وجزمة بيري ده انت بلوى مسيح. الله يسامحك. بقول لك ايه يا حلو، بدا بنت راجل بتشتغل جامد كده، ما تستقيل. استقيل؟ ايوه استقيل. اشتغل في القنده من بتوع الاستثمار او في مزرعه فراخ، حتى اكل وتشرب ويدوك في دخ وانت مروح. يا اخي سيبني في حالي وغرفه 60 داهيه. ده انت قلق. ما انت مالش حق. طب طلعني من البرميل. طيب انت نفر. عاوزين مني مش ورايا ليه؟ حرقت عشان اقول لمراتك على كل حاجه بتعملها. هقول لها انك انت بتعاكس بنات في الشوارع. يعني مفيش فايده. حويس حرش جديد يا فندم. اصدرنا امرنا بالقبض على المذكور ويحال الى محكمه الجنايات. شوف اقرا الجلسه عندك. يا رمضان. افندم يا سعاده البيه. لسه مصمم على اقوالك؟ وهغير اقوالي ليه يا بيه؟ احنا الحمد لله طول عمرنا كلامنا واحد، احنا عيال جدعان قوي. جاوب على قد السؤال. حاضر حاضر يا بيه. انا بديلك فرصه اخيره، اذا ارشدت عن مكان الفلوس هيراعى ذلك عند الحكم وسيكون مخففا بما يسمح بذلك القانون. يا سعاده البيه، انا لو عايز اقول على مكان الفلوس كان لازمتها ايه اللمه دي؟ دي قاعده متكلفه برضه. النيابه تحب تضيف شيء؟ النيابه مصممه على طلباتها يا فندم. الدفاع يتفضل. اود ان اضيف ان موكلي. يا استاذ انا لا وكلتك ولا شربتك، المحكمه هي اللي انت دابتك للدفاع عنها. ثم ان الحاجات دي كلها ملهاش لازمه. انا راضي بحكم البيه القاضي السكره دي. يلا يا بيه، يلا ترسيني 7 سنين ربنا يخليك. اسكت يا رمضان، خلي الاستاذ المحامي يشوف شغله. يا سيادة الرئيس، القاعدة القانونية بتقول انا اللي اتكلم وهو اللي يسكت. القضية قضيتي وجوه حاول بلحم طوره. يا استاذ رمضان انا عاوز اساعدك ارجوك. ارجوك انت يا استاذ خليك في حالك واقعد على المعروف. سيبني في حالك. اقعد الله لا يسيئك. سيدي الرئيس، واضح ان المتهم لا يأبه بالعقاب ولا بد من الشدة مع امثاله ليكون عبرة لغيره. ايوه ايوه يا بيه، انا عبرة لمن لا يعتبر. الحكم بعد المداولة. رفعت الجلسة. كرم. اجيب لك شاي يا رمضان؟ ملوش لزوم، ابقى اشربه في ابو زعبل بقى. يا خسارة يا رمضان، ضيعت نفسك وضيعتني معاك. مفيش حد ضاع ولا حاجة. بيتهيأ لك. تفتكر مصيرك هيكون ايه دلوقتي؟ ومصيري انا كمان هيكون ايه؟ انت لعبت بالنار والنار هتحرقك وتحرقني. ايه الكلام ده؟ انت هتعمل لي فيها يوسف وهبي؟ انا عايز كلام اسماعيل ياسين بصراحه. محكمة! حكمت المحكمه حضوريا على المتهم رمضان ابراهيم اسماعيل بالسجن 7 سنوات مع الشغل والنفاذ. رفعت الجلسه. يا حرام يا حلال عم، انا بقيت غني، بقيت غني رسم على الجميع. عاشت انتصار القانون، عاشت المادة 112 الباب الرابع لقانون العقوبات، عاش القانون الفرنسي، عاشت فرنسا حرة وعاشت مصر حرة، وكل واحد حر يعمل اللي هو عايزه بفلوسه. خد بالك من نفسك يا رمضان. ما فيش دعوة، ما تخافيش عليا. خدي بالك انت من نفسي. استنيني. خدي بالك منها يا ام علي. فعليا ما معكش يا اخويا ياسين مؤقتا. منين يا حسره؟ منين؟ مثلكن مثلكن.
قلبي معاك يا استاذ رمضان. خلي قلبك على روحك انت، انا كويس مش دعوه خالص. يلا يا شاويش يلا يا اختي يلا. خش يا مسؤول. لا ولزومها ايه المعامله دي؟ السلام عليكم يا مجرمين يا اوباش يا زبده المجتمع. اسمك ايه يا ايه يا ابني؟ مش عاجبك يا لا هو من اولها كده؟ تعال هنا. اجي هنا فين؟ هاتو. الله بالراحة علينا شوية مش كده؟ هنا ما حدش يفتح بق. هو انا لحقت اتكلم ولا ترد؟ انت قضيتك ايه يا ما ترد يا انت مش قلت ما تفتحش بقك؟ هتكلم ازاي وانا قافل بقي؟ طب افتح. مش فاتح، انا بقفل بعد الساعة 7 حسب قرار السيد المحافظ. حلو حلو انت هتهزر يا بسم الله. عيشت الله يحفظك يا امير. هو في ايه؟ هاتوه. اصل هنا مفيش حد يفتح بقه، فاهم يا؟ اشمعنى انت ما انت فاتح بقك اهو؟ انا افتح وقت ما يعجبني، فاهم؟ ايوه بس اصل ده قرار من السيد المحافظ. انا ما عنديش محافظ يقفلني. انت بتبص علي انا بضربك انت. ما انا معاك. ايوه بس انا مش معاك. بسم الله. عيشت الله يخليك امير. وضبوه. ما تيجي تاكل معايا. طب بس يوضبوني واجي لك على طول. يلا يا جماعه وضبونا عشان عايزين ناكل لقمه مع الراجل. عيشت الله يخليك. ده التوضيب هنا اللهم صل على النبي. انما حضرتك اسمك ايه؟ قباب. مين؟ قباب. قباب من امتى؟ انا مولود قباب. مولود قباب؟ ايوه. اللهم صل على النبي، مولود قباب. الظاهر يا قباب فيه توضيب تاني. مش عايز نفس في العنبر. اتأدبت يا؟ ايوه اتأدبت. اتأدبت وتهذبت وعرفت ليه هما بيقولوا السجن تأديب وتهذيب واصلاح. ما حدش بياكلها بالسهل. انت جبت الفلنه دي منين؟ ايه؟ اصل انا عندي زيها. ايه؟ اصل هنا ما حدش يفتح بقه. ما اقدرش، ده قرار من السيد المحافظ. انا ما عنديش محافظ. بسم الله. عيشت الله يخليك. قلت لي اسمك ايه؟ ابو قاب. ابو قاب ايه؟ حد اسمه ابو قاب. Thank you.
بشبيشي. عيون بشبيشي. هتقدم استقاله امتى؟ لا انا مش هستقيل ولا حاجه، انا غبت. هما بقى يقصدوني. لا كده ما مشيش. لازم تقدم استقاله عشان ما يقولوش راح فين. اقطع حلقه وسيح دمه كده. هروح استقيل جدع. انت بتستحق كامل الاحترام يا عم. احنا ناس غلابه. غلابه مين؟ تخبط 400 باكو، الباكو فيه 1000 ليمونه وتقول غلابه؟ ده احنا حراميه كسر بقى. كسر؟ طبعا كسر. ده الحرام مننا عامل منظره يا دوبك يوم ما ياخد له شراب تلفزيون اي حاجه من على حبل غسيل، وانت تهبد الهبده في خبطه واحده. قال انت هتنق؟ نق مين يا استاذ؟ الله يبارك لك في الليمون. ايه حكايه الليمون دي؟ ده الاسم الكودي للجنيه لمؤاخذة. حلو تصنيع حلو. فعلا الجنيه ما بيستحملش عصرة ليمونة. انت بتعمل ايه؟ حكم. تكنس مين؟ تكنس مين؟ انت ما تكنسش، ده انت الاستاذ، ده انت الكوماندا. كوماندا؟ العفو يا معلم. معلم مين؟ ده انت زيد المعلمين. سلام مخصوص لقصة اللصوص. وسلام لزعيم البواكي. سلام لقصه الحراميه، سلام للزملاء الكركيه، سلام لقصه الحراميه وسلام لاخواننا الكركيه. البواكي حلوين حلوين، يا سلام يا حلوه من قدك مين؟ من قدك مين؟ من قدك مين؟ انت كبير المتصيد، انت بتهبر واحنا نعيط، ناكل يامك على طعميه وانت الفراخ 100%، ناكل يامك على طعميه وانت الفراخ 100%. اللز والفستق بتقنقش اخ، واحنا بنتغدى حرنكش، واحنا بنتغدى حرنكش. دنيا هي الدنيا، فيها اللي فوق فوق، فيها اللي تحت تحت تحت، فيها اللي فوق فوق، فيها اللي تحت قرش تسوى قرش، معكش قرش ما تسواش قرش، والدنيا هي الدنيا فيها الضعيف وفيها بكرش. قرش 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 قرش. والحرامي دايما هباش، الهباش عمره ما يعلاش. قلنا يا كبير الحرامية ياللي الهبر عندك غية، قلنا يا كبير الحرامية ياللي الهبر عندك غية. احنا الاوباش الحرامية محبوسين 100%، احنا الاوباش كرش 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 كرش. اهو ده الهجان ضربوه يا سلام يا سلام. اهو ده الهجان ضربوه يا سلام يا سلام. اهو ده الهفاف ضربوه بيخاف بيخاف. اهو ده الهفاف ضربوه بيخاف. اهو ده النشال اهو ده النشال اهو ده النشال، وكل اف وله حلال. وانا حرامي العشه الفاضيه فاضيه فاضيه فاضيه، وده هبر الضربه القاضيه. كرش 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 كرش. دول الحراميه الفكه فكه فكه فكه، في الصنعة دول عالم سكه 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 سكه. دول الحرامية الفكه فكه فكه فكه، في صنعتنا دول عالم سكه 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 سكه. ودول زمايلنا السكاك، السكوا واحد ضيف شنطه وزقوا عجلهم على طنطة اتحبس في اوانطه. يابا عالم سكه بتوع الفكه، عالم سكه بتوع الفكه. صباح الخير سعادة الباشا. صباح الخير سعادة الباشا. سعادة الباشا انت بتكلم مين يا عم نجاتي؟ بكلم سعادتك انت. سعادتي؟ ايوه. خير.
أنا ليا طلب عن سعادتك. تحت أمرك. أنا عندي ولد لا مؤاخذة يعني دبلوم تجارة وبيشتغل في الحكومة. ربنا يخليهولك. أيوه بس سيادتك عارف يعني إن ماهية الحكومة مش ولا بد. وهو ابني الوحيد على ست بنات وهيبقى العائل الوحيد بتاعهم واللي هينفق عليهم بعد مني. ربنا يخليهولك ويخليه. ويخلي سعادتك. بس أنا عشمي في سعادتك يعني إن سعادتك لما تطلع بالسلامة إن شاء الله تشغلهولي. أوي أوي عينيا الاثنين. طب لو سمحت سعادتك يعني كارت من سعادتك عشان يبقى يجي بيه لسعادتك. كارت؟ أيوه. بس ده لسه بدري. أيوه ما هي الأيام بتجري بسرعة. على كل حال أنا لسه ما طبعتش كروق. على العموم خليها بقى سعادتك. تسمح سعادتك يعني تقبل مني سجارة. أوي. تشكر يا عم نجاد. شكرا يا سعادتك. شكرا. سلام. أول مرة الاقي سجان بيرش على مسجون. يا بركة الرزم. بصراحة أنا زعلان. الموظفين في المصلحة هزقوني عشان اتغنيت. يعني انت وانت فقير وزق وانت غني بيهزقوك. دي طبيعتك يا شحاتة. المهم ما يكونش لاحظوا اي حاجة بالنسبة لموضوعنا. لا ما تخافش يا هلوتي، السر اتدفع في السجن مع رمضان. وعلى فكرة عايز اقول لكم حاجة، انتوا نمتوا على الموضوع ولا ايه؟ مش هنوزع فلوس؟ ما غريبش بيشي. الله تنقصك حاجة يا راجل، ما احنا عايشين اهو فل الفل اهو. الله لسه واخد باكو ولا عايز نفتري بقى؟ اعوذ بالله نفترق، ده احنا اصبحنا واحد. يا سلام عليك انت يا مثقف. مين اللي مثقف؟ انا الساح يا جدع. انت احلى ساح يا جدع. ساعد لينا في الخير. ما تسمع انت وجيب لنا ازازه مليانه. يا سلام عينيا، خد فلوس وانزل اشتري ان شاء الله تجيب البحر بحاله. يا عم فلوس ايه؟ يا جدع خد. يا عم ده انا يا دي فلوس كتير هنوديها فين؟ عم انا جدع ده من طجربان. هيقول لي خد اجمل يا بشبيش اجمل. الله امسك نفسك يا بشبيش. انا نازل اشرب من البحر، قصدي اشتري البحر. ما تيجي معايا يا شيخ؟ يا عم وانا شايف قدامي، روح انت. طيب. خرع فين؟ الباب هو هنا. كل الطرق تؤدي الى المصلحه. قشطه. اهلا يا نونس. اهلا. نوره حلوه. انا عاوز ازازه كونياك سكر بره. سكر بره؟ لا مؤاخذه السكر بره. اصل كان عندي موظفين يطلبوا مني الخمره سكر بره، وناس منهم بقى تطلب الخمره كشري. كشري؟ كشري انا قصدي البتاع ده اللي بيشربوه على اولى ده اللي اسمه الشاي. انت عايز شاي ولا خمرة؟ شاي ايه يا راجل بقى؟ ما ربنا تاب علينا منه بقى. ما تبصش لمنظري، انا راجل محترم، اوعى تفكر ان انا كنت ساعي. اتفضل بقى يا استاذ. شكرا. شكرا جدا. وبعدين يا هلوتي هتعمل ايه؟ كله هيبقى في الحلاوه يا روح هلوتي. اول ما الباسبورتات بتاعت انا وانت تجهز نشوف لهم مصيبه نرميهم فيها، وانا وانت اكس على بره. انت بس قريب يا بنت، ما تقلقيش يا بنت. وانا معقول برضه ادي لكل واحد فيهم التلت؟ دي ضربه العمر على راي المثل. هو انا قلت لك ادفع؟ هو احنا مجانين عشان ندفع؟ كفايه اللي بصرفوا عليهم. اللي على الطريق ده انت الظاهر قطاع الطريق. قطاع الطريق ايه يا اخي انت كمان؟ ادخل.
فرحت بيه. هو ده اللي اشترى منك؟ ايوه يا بيه. الفلوس دي فلوسك؟ انا ما اعرفش عنها حاجه يا سعاده البيه. ما تعرفش حاجه عنها ازاي؟ ما هي من نفس الفلوس اللي لقيناها معاك. يعني ايه يا بيه من نفس الفلوس؟ ما هي فلوس ربنا كلها واحده لا مؤاخذه. انتوا جبتوا الفلوس دي منين؟ باب السما مفتوح يا سعاده البيه. والرزق بيحب الخفيه. تعرف تخرس؟ اخرس زي البيه ما قال لك. حاضر يا بيه خرسنا. ما لقيناش الهلوت يا فندم. ولا فلوس؟ ولا الفلوس يا فندم. خش يا مسجون. اتحرك يا اخويا. انت اسمك ايه وانت اسمك ايه؟ بس ما تقولش يا بس هنا ما حدش بيفتح بقه. انا ما فتحتش بقي يا بيه، انا خدامك. يا ابني هنا ما فيش خدام بقى حد بيفتح. وضبوهم. وانت ايه اللي جابك؟ سرقت لك باكو شاي ولا كرسي مكسر؟ والله ظروف يا استاذ رمضان. تعالى اقعد استريح يا ولد. اقعد يا بشبيش. انا ضربت ضرب. خد راحتك. ده ضربوني ضرب. ومين البقف اللي معاك دي؟ ولا مش معاه؟ معايا. اعمل لنا شاي يا ميمون. حاضر يا استاذ. وانا 50 اتشاف وكوبايه كبيره وكملها عدس يا ميمون. حاضر. الكابتن فتحي. ايوه ده مطرب. مطرب؟ ما هو ده اللي كان بيغني واحنا بنتوضب. لا ده اسمه فتح السريح، ده أكبر هجام في مصر، معاه مفاتيح تفتح 11 مليون شقة. عقبال أولادك خارج إفراج الجمعة الجاية، هو ميمون و مين؟ أيوه وده. إيه ده؟ وبقاب خارج معاهم كمان. وأنت إيه حكايتك بقى احكي لي؟ حاجة بسيطة. أيوه إيه يعني؟ حاجة بسيطة. أيوه بسيطة إيه يعني الحكاية؟ إيه؟ حاجة بسيطة يا أستاذ رمضان. بس شفت العملية بتاعة تاني جد فايدة إزاي؟ فايدة كبيرة مش كده؟ تنوروا. أنا عايزك تعتبر السجن ده سجنك أنت وأهلك واللي جابوك. خد راحتك، خد راحتك وبعدين بحكي لحكايتك إيه؟ إيه؟ والبقف ده معاك ولا مش معاك؟ معايا. خد راحتك يا بقف أنت كمان ولا يهمك. شفت الحظ؟ حظ زفت. ما نقعش غير في العنبر اللي في رمضان. أيوه حظ زفت، لو عرف اللي حصل هيعمل فينا إيه؟ أنا عارف. اخ ده باين عليه ليه قيمه كبيره قوي هنا. خدوا سجاير اهي. انا مش عايزك تعتل هم اي حاجه، لا انت ولا البقف ده. ايوه بس انا كنت عايز اقول يعني. كنت عايز تقول ايه؟ لا ولا حاجه. الشاي يا معلمه. تشكر، نخدمك في الافراح يا اكبر هفاف. اتفضل. خد يا بشبيش. الله يخليك. وادي للبقف. اتفضل يا بقى. بس تعقيبا على التصريح الاخير بتاعك ده رمضان، انا فعلا بقول ان حرب المدن دي فيها اسفاف. اصل الحكايه كلها هي روسيا وامريكا. وهي روسيا وامريكا واقعين مع بعض ليه؟ ليه؟ 100% في نسوان في النص. يعني 100. انا صدقني لما اقول لك يا سعاده الباشا. ايوه يا عم نجاة. سعادتك مطلوب يا فندم. مطلوب ليه؟ اصل جت اشاره دلوقتي مكتب السيد وكيل النيابه، عايزين سيادتك بسرعه يا فندم. خير؟ والله مش عارف سعاده الباشا. بس انا مش فاضي دلوقتي يا عم نجات. الواد فتحي طالع افراج وعايزين نقوم بالواجب معاه. معلش يا سعاده الباشا. تعال على نفسك شويه يا سعاده الباشا. عن اذنك يا معلم فتحي. اتفضل. خد بالك من العيال دول الجداد دول. اللي في حمايتك في رقبتي يا رمضان. ماشي. بس هيحفي النسوان في النص. صدقني. رابريون بلابلت قال فتش عن الوليه. لا انا اديني كنك. بس هنا محدش يفتح بقه. الجلسه استاذ جابر.
مذكور رمضان ابراهيم اسماعيل يا فندم. افتح معه. اسمك؟ قال لك ما هو لسه قايل اسمه. اسمك ايه؟ رمضان ابراهيم اسماعيل. احنا خلاص عرفنا الحقيقه يا رمضان. حقيقه ايه؟ هو احنا اللي هنحدد ونزيده؟ اتكلم بقى. مش قصدي. احنا عرفنا الحقيقه كلها يا رمضان خلاص. احنا ما كناش نايمين. وقبضنا على 2 متهمين من العصابه اللي سرقت الفلوس. البشبيشي محمد عبد الحميد وشحات علي السيد. واعترفوا بالكامل بالجريمه وجري البحث عن المتهم الثالث اللي معاه الفلوس. عشان كده جبت امر من قاضي الامور الوقتيه لخروجك من السجن لحين اعاده محاكمتك وحصولك على البراءه. هو ايه قصده ايه؟ قال الفلوس معاي وانا سرقت الفلوس. شحاتة ايه وبشبيش ايه؟ يا ابني هي دي الحقيقه. حقيقه ايه؟ يا سعاده البيه انا حرام. حرامي ابن حرامي. الفلوس معاي وانا اتحاكمت وخلاص وبنفذ دلوقتي مده العقوبه وبعد العقوبه ما هتنتهي هخرج واخد حقي وعلى راي المثل بصل بخمسه وخمسه ببصل. انما تقول لي سيادتك امور وقتيه وحاجات مستعجله وبشبشه الحكايه اصلها هتضيق ومش مستحمله الحاجات دي كلها. اعمل معروف يا رمضان. انا مهمتي ان انا اجيب الحق لاصحابه. انت ما سرقتش يعني الحكايه هتبقى مجرد قضيه ازعاج للسلطات وخلاص. الله ما سرقتش ده ايه؟ حرام او انت انا يعني اكذوبه. يلا بينا بلاش الحاجات دي معايا. اعمل معروف وحياة ولاد. بلاش كلام كتير. افهم وركز. انت ما سرقتش واحنا خلاص عرفنا اللي سرقه. اتفضل خد عسكري. الله ياخد مين؟ يا سعاده البيه انا حرام. حرامي انا سرقت 100,000 جنيه والفلوس في حوزتي والشنطه معايا والنبوت تلاقوه كله في الامان ورحمه امي انا حرام. حرامي لسه اعلاني مختلس. هي البراءه بالعافيه. ما تستنى يا سيدي. انا مش حرامي يا دلوقتي. انا سرقت وبقول ان انا سرقت في حاجه دي. انا مش حرامي. ما تهدى بقى ما ما تطلعت من غير اوانطي. اوانطي ازاي؟ انت كمان صدقت؟ انا عارف لك بقى. عارف ايه؟ ده حركات من الحكومه بس ما تصدقش. انا حرامي وانا عارف انا عملت ايه. لو انت هتعرف احسن من الحكومه. اذا كان الحكومه نفسها بتقول عليك حرامي فشوش. انا فشوش؟ ايوه فشوش ونص كمان. يعني الواد البشبيش والدقف اللي معاه اكلوني الشاورما؟ انا عارف لك بقى. اهو خلوك المقلب السوق. خلوا مني الليمون واكلوني الشاورما. شاورما ايه يا جدع انت؟ انا عارف. مش انت اللي بتقول؟ انا قلت انت بتقول ليمون وشاورما. انا فاهم ايه؟ ازاي مش حرامي؟ ازاي؟ خدوا مني الليمون واكلوني الشاورما. جامي ليمون وشاورما. ما انا قلت كل حاجه ساعتها. وابن الكلب الهلوتي ده هجيبه منين؟ معرفش. هرب. هرب ومعاه كام؟ مع اغلبيه المبلغ. وده جيبه من ده يا دي. لكن هجيب هجيبه وهذبحه وهجيب الفلوس. عارف كل حاجه عنه ولا لا؟ ايوه. بس من غير ضرب يا سعاده الباشا. طب قول. قول له كمان. قول له كمان على صاحبته الرقاصه اللي اسمها هناء. ولما انت عارف ان في رقاصه وصاحبته اسمها هناء ما بتقولش ليه؟ ولا مستني تتضرب الاول؟ هقول يا سعاده البيه. ما انا كنت هقول لك. قول يا اللي مطلعني اكذوبه في قاعه هوا. انا تكسفني قدام المعلمين؟ ما عادش اللي يكسفك قدام المعلمين. الله يخليك يا كابتن. ماما انت كمان تقعد. ماما هنختفي في القعده. ماما 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 قول. حد كان يقول ان انا وانت نخرج في يوم واحد يا فتحي؟ معلش يا رمضان ادي حال الدنيا. ده انا هتقهر. لكن هيروح مني فين الاسم الهلوتي بيه؟ يقول لك الحكومة دخلت عليه ما عرفتش تجيبه. لكن أنا هجيبه. إن شاء الله هجيبه. ألا أقول لو عوزتك أجيبك من إيه؟ إحنا مكاننا معروف. فين؟ قهوة البقر. قهوة إيه؟ البقر. البقر؟ فين دي؟ حارة الكلب. حارة الكلب؟ ناصية النتن. ناصية النتن؟ قهوة البقر حارة الكلب ناصة النتن. ودول كلهم في ايه؟ كلوت بيه. كلوت بيه؟ كل الامكانيات تحت امرك. منور يا وباب.
الله يخليك يا سي رمضان. الحمد لله على السلامه يا ميمون. الله يسترك يا سي رمضان ويخليك يا رب. عجوة يا ولاد الكلب. طب ده انا حتى ما بحبش العجوة. كنت احطه بطيخ يبل ريقي. عجوة. طيب طيب كمان. يا سلام، انا مش مصدقه عيني. الله، مالك يا رمضان؟ واكل عجوه. واكل ايه؟ عجوه. طب تعال 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 معايا. يا اهلا وسهلا، يا الف مرحبا، اهلا بخطيب بنتي الجزء. اتفضل يا حبيبي اتفضل. اهلا يا روحي، انا كنت عارفه انك هتطلع من هذا الشعره من العجينه. اطلعي عليا هات الفراخ واتبعيها. لا مفيش داعي. مفيش داعي ازاي؟ طب ده اليوم اللي كنا مستنيينه بفروخ صبر. يا لهوي، ازيك يا حبيبي وازاي الفلوس. يا اختي انت ساكت كده ليه؟ هي الفرحه جات لك بالزهده ولا منك هتبقى بقى من اصحاب الالوفات؟ سيرتي لا الوفات ولا حاجه. اطلعي علي هات الفراخ كلها. هو احنا ربينا الفراخ اللي عشانه؟ علشاني كنت هتربيها 7 سنين علشاني. انا كل حاجه مفيش داعي. مفيش داعي ازاي؟ انت اصلك تعبان. خش استحمى وقوامها وقوامها هحضر لك الغدا. لا انا هطلع فوق. فوق فين؟ ده لا يمكن. متلكم. تطلع فوق ازاي بس يا رمضان؟ هي دي معقوله؟ هو انا هسيبك؟ ده انا مش هسيبك ابدا. انت هتقعد معايا هنا. اطلعي عليا هات الفراخ. هات الفراخ يا اختي واذبحيها. اطلعي يا حبيبتي. اطلعي يا روحي. اطلعي يا اختي. اخيرا ربنا هيغنينا. يا رمضان يا رمضان، الحياه مش فلوس. فعلا الحياه مش فلوس، الحياة عجوة. ايه؟ عجوة. الحياة عجوة. اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. جيلي عليها الحاجة دي. حاضر. اهلا وسهلا. ده ايه النور ده؟ منور الدنيا كلها منورة. ده نورك. اي والله نورك. الواحد يتكلم الصراحة. نورك. كنت بقول ايه يا حماتي؟ قول يا عيون حماتك. بالنسبة للفلوس يعني. ايه هتروح تجيبهم؟ اجيبهم من ايه؟ من الحته اللي كان دكنهم فيها. يا واعي يا هراري. لا ما انا ما اقدرش اجيبهم دلوقتي. ليه؟ انا الاوان تتمتع وتلبس وتعيش عيش المليونات. لا ما انش الاوان ولا حاجه. ما انا علشان ابقى واعي وقراري زي ما بتقولي وعيش عيشة المليونيرات ما اقدرش اظهر الفلوس دلوقتي يا حماتي يا حلوه، لان العينين مفنجله عليا قد كده. طب والحل؟ 5 6 اشهر بالكتير نعيش فيهم عادي خالص لغايه العينين ما تبعد عننا ويزهقوا ويسيبونا في حالنا. ساعتها نطلع المتدكن ونديها. نديها بقى يا جماعه. ليه الرعب ده كله؟ ما ترجع الفلوس ونخلص يا رمضان ونعيش عيشه عاديه. تجننت يا بنت انتي. ارجع الفلوس ازاي واللي عملته ده كله يطلع فشوش؟ لا علي، انا هاخد حقي. شوف يا حماتي، عايزه تقفي معايا للاخر انا خدام. ده انا اللي خدمتك يا ابني وموافقك على كل اللي بتقوله. انا هرسم الجو دلوقتي وبعد كده نطلع المستخبي ونعيش المنجاه في اوانها. اموت انا في المنجاه في اوانها. ثانيه واحده. خد يا سي رمضان
ايه دول؟ 1800 جنيه خدهم يا حبيبي اتبحبح بيهم لحد الجو كده ما يروق. ما ينفعوش. ليه؟ ما انا علشان المساء تنام في الدره هفتح مكتب. مكتب ايه؟ ايه؟ مكتب ايه؟ رمضان كل اعالي البحار، مكتب شغل وتجاره كده. انت مش قلت انك مش هتقدر تطلع الفلوس دلوقتي؟ ايوه طبعا، ما هو البركه بقى في ست الكل حمات الحلوه دي. من عينيا يا ابني، بس منين؟ انا كنت سامع ان انت عندك نص فدان، ما تبيعيه. ابيع النص فدان اللي حلتي؟ طيب بلاش بقى. مفيش طريقه غير الفلامنكو ده. ما انا دلوقتي لما افتح مكتب واشتغل في التجاره ساعتها الفلوس الكتيره لما تظهر محدش هياخد باله، حطوه في الكازوزه. اه يا لئيم انت يا لئيم. مش كده؟ قلت ايه؟ هبيع يا ابني هبيع. يلا يا علي ندور على الحجه تحت الارض في الدولاب. يا ماما طولي بالك شويه، هي فيها لسه تربان. خطيبك ده بيخطط لنا غنغه، ده احنا هنغرق في الفلوس غرقان. تعالي. اه يا بنت الكلب، لو كنت عرفت الحقيقه كنت قلعت اللي في رجلك واديتهم لي ازواجا وافرادا. المهم دلوقتي انا عايش شقه مفروشه اعملها مكتب. تعالتك اللضا شقتي مالك؟ انا مش فاهم حاجه. بكره تفهم كل حاجه. طب وجدع اللي هفر منك الليمون ده هتسيبه؟ فلوسي هجيبها بس هتاخد وقت وعايزه مصاريف. انا عارف انا بعمل ايه بالظبط. اسمع، خد دول. ايه دول؟ ده عشان تدفع العربون واللازم منه. طب داري ده داري ليه؟ انا اصلي سالف من المعلم صاحب القهوه 50 جنيه لغايه دلوقتي ما اشتغلتش بثلاثه مليم، لو شافهم هيطمع. انا عايزه يطمع. نعم يلا نروح له. ليه؟ اديله 100 جنيه. ايه رمضان انت اتجننت؟ 100 جنيه ده ايه؟ اسمع اللي بقول لك عليه. تعالى معايا. السلام عليكم. وعليكم. اتفضل. ايه دول؟ دول 100 جنيه من اصل مبلغ ال 50 جنيه اللي خدهم منك امبارح. نعم. انت مين؟ ده رمضان صاحبي. هو حط معايا امبارح 50 جنيه، عملوا لك 50 جنيه زيهم بعد ما خدنا عرقنا وتعبنا بالحلال. والله يا حاجة عجيبة قوي. ده فتحي لما كان بياخد منه 500 كان بيرجعهالي لما ربنا يفتحها عليه بسرقاية وعليها 50 بالكتير. لا احنا ما بنسرقش، احنا بنشتغل بالحلال. قول لي انت مين وحكايتك ايه؟ فتحي هيبقى فاهمها كل حاجة وهيقول لك على عنوان مكتبنا. ده لو ما كانش فيها خابور تبقى حلوة قوي. الشاهد بيني وبينك الفلوس هي اللي بتتكلم. يس نو يس نو نو ها يس يس نو. من فضلك رمضان بيه موجود؟ خير يا فندم. لو سمحت تبلغوا ان المراكب وصلت والبضاعة موجودة في المخازن وكله تمام. تمام هنبلغ سعادته حاضر. ممكن اقابله ثلاث دقايق لو سمحت؟ فضل سعادتك استنى دورك. انا عارف ان وقته تخين جدا سمين جدا ومعلش انا عايز ثلاث دقايق بالظبط. نقول له مين يا فندم؟ قول له السيد رئيس مجلس ادارة الجمارك العليا. اهلا وسهلا يا فندم. فضل سعادتك استريح. ثواني. فضلك يا ريت. تعرفت الجمارك بالنسبه للسيارات بقت كام دلوقتي؟ هو هنا ما حدش يفتح بقه. السلام عليكم. ربنا يديك الصحه. ربنا يديك الصحه كده ويخليك. الف سلامه. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. اتفضل يا استاذ علي الدور. ايوه سعادتك اتفضل. السلام عليكم. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اتفضل استريح. اسم السياده عبد السميع ابراهيم. اهلا استاذ عبد السميع. استاذ عبد السميع ابراهيم. عبد السميع ابراهيم. سيادتك دفعت الشهر اللي فات 1000 جنيه. مظبوط يا فندم. انا اسف. اسف؟ انا في منتهى الاسف. الحقيقه ما كنتش احب اتحط في الوضع ده.
لكن سيادتك عارف ان التجارة الحلال البلال على دي وعلى دي. ايه اللي حصل؟ الالف بنخسر طه ضاعت عليا؟ اعوذ بالله اعوذ بالله يا راجل ما تقولش كده يا استاذ عبد السميع. انا كنت اتمنى ان الالف جنيه بتوعك يكسبوا الف جنيه زيهم الشهر اللي فات. ايه اللي حصل طمني؟ اللي حصل يا استاذ عبد السميع ان السوق كان نايم شويه اليومين اللي فاتوا دول. وبعدين؟ وبعدين يا سيدي الالف جنيه بتوعك ما كسبوش غير الف جنيه زيهم بس ناقصين جنيه. ناقصين جنيه؟ وقعت قلبي يا راجل. عايزني اكسب الف جنيه ناقصين جنيه في شهر واسعد؟ انا بقى اكرر اسف. ايه حاضر يا سيدي، ادي الالف جنيه اللي انت دافعهم وادي الف جنيه ناقصين جنيه. ربنا يخليك، ربنا يسترك في مالك، دي حاجه ولا السحر. سحر ايه يا راجل اعوذ بالله. انا جاي لك بكره ومعايا عيلتي كلها. سلام عليكم. تشرفوا، مع الف سلام. انا بقى اكرر اسف. اللي بعد يا ريمون. اتفضلي اتفضلي استنى. سعيده يا جوز بنتي. انا اللي عايش. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ كل ده يطلع منك خير؟ خير؟ دي الناس كلها بتتكلم عن اللي انت بتعمله. خد ايه دول؟ سيختي تمنتها النهارده جابت 8000 جنيه شغلهم لي. عايزاهم امتى؟ لا 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 انا مش مستعجله عليهم، خليهم ماشيين في الساقيه كده زي التانيين. عايزاهم يتكاثروا يعني، يخلفوا صبيان وبنات. وانا هعمل زي المغفلين احطهم واخدهم بعد شهر ولا اتنين اهم شغالين. على رايك يا حماتي. المهم وصل لي كام منك لغايه دلوقتي؟ ما تعدش يا حبيبي، هو في فرق بيننا؟ لا 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 كله بالحساب، انا احب الحساب قوي. اعملي معروف. شوف يا ستي، قولي نص فدان ادي 16000 والنص بيت ادي 9000 وادي 8 يبقى كله 33. قولي 35 عشان يبقى رقم صحيح، مفيش فرق بيني وبينك. متلكن مش كده؟ متلكن اه. وعليها زي ايه؟ انا عارفه يا اخويا ده بابوس، بكره تروح. انا رايك بكره تروح. عن اذنك يا اخويا عشان الحق اطبخ لك. مع السلامه. اللي بقى ايه دي؟ مين دي؟ نسيت رمضان بيه؟ غضروف. غضروف بيه؟ اللي كان معانا في سويسرا. احنا عمرنا رحنا سويسرا دي؟ السجن. غضروف، ازيك يا غضروف؟ الله يخليك يا بيه. اهلا اهلا، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. وخرجت امتى من سويسرا؟ امبارح بس، ورجلي حبت لما عرفت علومكم، قلت اجي عشان اكل معاكم لقمة عيش بالحلال. اهلا وسهلا، عايز تشتغل معانا؟ انت كنت شغال ايه قبل كده؟ نشال ميتين يا بيه. نشال ايه؟ نشال ميتين. وعايز تشتغل معانا؟ عايز تشتغل معانا ايه؟ بتعرف تقرا وتكتب؟ ما اعرفش اقرا وكتب. عندك سمعة؟ ما عنديش سمعة. بتفهم في اي حاجه؟ ما بفهمش في اي حاجه. عينوه في مجلس الاداره. دلوقتي هنعرف على مش هي دي الراقصة نهد؟ تمام، ربنا يدلنا بعقلك. هنا ده عنوانها، وبجد على اسم الهلوتي هربان في حته محدش عارفها، والبوليس قبض عليها عشان يوصل له معرفوش. اخرجوا عنها بعد كده. الحته تعرف الحاجات دي كلها؟ امال احنا بنلعب؟
لا ما تبصليش بسخريه، ده انا هعجبك قوي. انا معاك براب، ربينا التميمة بعقلك، عاقل قوي. قال والله عاقل. حلال بان عليه انه عاقل. اشرب بقى البتاعه دي واسمع اللي هقوله لك. ماشي. انا عايزك تلزق ليها، ترسم عليها انك انت غالي قوي، وتصرف عليها ببذخ بأبد. طعم يعني. عليك نور. بعد كده هقول لك تعمل ايه. اموت انا في الحركات دي. بس اوعى تضحك عليه. اضحك عليه. يا بوي يا بوي، ده انت لحظة جشعة يا بنت. ايه اللي جاب ده؟ ايه اللي هتتفرج عليا؟ تعالي تعالي. هتعملي ايه؟ ليلات نقيه نقيه الليلات. هتنحس مخي يا بنت الفرطوس. فرطوس يا سعد المتجلي. عبد متجلي يخرب بيتك يا عبد امبابي. انا مش عارف اقول لك ايه واصل. انت ما خليتيش حاجه في عقلي. ده انا اهدى، انا ما شفتش حريم قبل كده. انا خلفت عيالي من واحد صاحبي. بقول لك يا عبد المتجلي. قولي يا عيون عبد المتجلي، يا مضري يا مهجتي يا مصراني الغليظ. تصور ان انا مديونه. مديونه كيف وانا عايش؟ علي اجار البيت 11 شهر. 11 شهر يعني فضل لك شهر وتطبق سنه ندفع المتاخر نشير. وعايزه فيديو في اتش اس. هنجيب نجيب لك الفس ده وفايف سيستم كمان. وشوية هدوم. ماشي ماشي كلامك يا نور العين. يا حي يا حي يا حي علي. ليلتنا مطينا طنطين الليلاغي. سلام على القناعة يا جدعان، انت الظهر بديت تحبيني. يا حياتي. ليلتنا مطينا بثلاث طناطين الليلاغي. عم بطهي. تفضل. السلام عليكم. خالد عبد الجواد، معقولة؟ ازيك يا رمضانكم يا ابني؟ ازيك يا خالد؟ أهلا يا مغاولي. أهلا. ازيك يا أستاذ رمضان؟ شادي برا. والله عشت وشفتك آخر قبهت. ربنا ما بيسيبش حال على حاله يا خال. انا سمعت يا ابني عن كل اللي انت بتعمله، حاجه حلوه قوي. قلت الضفر ما يطلعش من لحم، واحنا طول عمرنا قال. وانت عارف انني بتمنى لك كل الخير. امال اخبار مشروع المواشي اللي عندك ايه يا خال؟ المواشي ما بقتش تجيبها معاها اليومين دول. بس انا خايف يا رمضانكم يا ابني يكون الشغل دي فيه حاجة حرام كده ولا كده. لا اله الا الله. شوف يا خال، احنا بنشتغل بالحلال بالمضاربة والسقوط، حلالا بلالا لحما طيبا، لا ربا ولا ربا. ربنا يكرمك ويخلف عليك بالحلال. على كل حال 70,000 جنيه اهو، انا بعت كل الحاجات اللي هناك دي وجبت المبلغ ده. عايز المبلغ ده بقى عندك يدور بالجامد. بالجامد قوي؟ ايه؟ عينيها الاثنين حاجة ساعة اللي بره. بس عايز اقول لك حاجة كده. شوف يا خال، احنا شعارنا تدفع باللاتي هي احسن تاخد باللاتي هي احسن. ما تدفعش باللاتي هي احسن تاخد بالجزمة على دماغك. مش قصدي، انا قصدي ان الجماعة في البلد هيجيبوا لك فلوس كتير قوي عشان تشغلني.
وانا بقول ان العالم دول ما يستاهلوش، ما تاخدش منهم حاجه ولا تديهمش حاجه. فعلا هما ما يستاهلوش، انت اللي تستاهل يا خال. طيب يا سر رمضانكو الفلوس اهي عندي. عند مين يا خال؟ عيب في المضاربه والسكوك ما فيش عد. اهلا يا مغاوري. اهلا بيك. غدا اللي بره. طيب نستأذن احنا بقى عشان نسيبك للامم اللي مستنياك دي. مش كنت تستنى لما تتغدى يا خال؟ لا غدا ايه بقى، خلي الغدا اليوم اللوقة، يوم الحلال البلال ما يلعلع. انت عارف يا خال انت ربنا راضي عنك عشان جيت هنا. طيب نستأذن. مع السلامة يا خال. ربنا يكرمك. مع السلامة. مع الف سلامة. الله يسلمك. مع السلامة يا مغاوري. الله يسلمك. سلامة يا خال. مع السلامة يا خال. سلامة يا خال. مع السلامة يا خال. أسرة المستقبل تهدي إليك في المدينة والريف أقراص أمان الموضعية. أسرة المستقبل لا تطلب منك التحديد بل التنظيم. مبسوط يا حياتي؟ مبسوط. مين ما ينبسطش معاك يا بسطة اليتامى. انت بسطانة؟ بسطانة. يبقى احنا الاثنين بسطانين. في صحتك يا رب. صحة اللي يصحي صحتك. ايه ده؟ ايه اللي يرعي؟ فلس؟ سمع؟ ايه ده؟ ايه اللي بياه؟ ده منين ده؟ يها ده بي ينيلك ده احنا يا له له بي عن اسمع يا لي كانوا على قرف لساني الكبير فيهم والله ما انا عارف اسم الكبير. انتظريني لحظة من فضلك. ده بي 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 ايوه ايوه ليه ليه بيب بيب اهلا. جاهزين؟ جاهزين يا سي رمضان. ما فيش حاجه اسمها سي رمضان، قول اسم سياده المقدم. حاضر يا سياده المقدم بيه. وانت وبقاب عارف هتعمل ايه؟ طبعا عارف اعمل ايه يا رمضان افندي. مفيش حاجه اسمها رمضان افندي، سياده المقدم. بس عليا النعمه انا لايق في العسكري احسن من الحرامي. جدع. وانا هعمل ايه؟ انت ما تعملش حاجه، تفضل ساكت خالص كده اهو. حاضر يا معلم رمضان. معلم رمضان. في حاجه اسمها معلم؟ قلت لك سياده المقدم. حاضر يا سياده المكتب. مكتب؟ في ظابط يقول سياده المكتب؟ يلا بينا ادعوا لي. ربنا معاك. بس انا ما بعرفش اسوق. ايه؟ انت هو راح فين؟ اركب اركب يا ولد. مش عارفه مين يا روح امك. يا لهوي. ها ديكور احنا ولا ديكور؟ بوليس. ايوه بوليس يا كلب. ارفع ايدك لفوق. المنطقه كلها محاصره واي حركه هنضرب في المليان. انا غلبانه يا بيه. اخلصي. انا غلبانه. اخلصي خالص. اخلصي يا يا اخلصي يا زبده المجتمع يا حسانه يا قاع المدينه. حرزوا الخمره والملابس الداخليه. انا بقى عليا الملابس الداخليه. اسكت انت، مش دعوه خالص. حذار. حاضر يا معلم. معلم مين؟ عايز اسالك المكتب. مكتب ايه؟ مش عايز ولا كلمه. يا سعاده البيه، يا سعاده البيه الادب، استرنا الله يسترك. انا عندي عيال اكبر مني. شوف اذا مشيت معانا عدل وشهدت بالمظبوط هنعتبرك مجرد شاهد. ودي؟ لا دي 7 سنين سجن مفيش فايده. هتشهد عليها ولا لا؟ يا بيه انا غلبانه يا بيه. يبقى انا في عرضك يا بيه. انت غلبانه انت؟ ده انت يسابلك بلاد. ده في بيني وبينك طربايه. طربايه؟ ايوه. اصل انا قبل ما اشتغل في الاداب كنت ظابط مباحث، وكنت ماسك القضيه بتاعت الواد بتاعها حبيبها، وهي اللي قربته بسلامتها. اه
عشان كده انت حطيتها في دماغك. يلا على البوكس يلا يلا. انا كنت متاكده ان البوليس مش هيسيبني وهيفضل ورايا على طول، مش هسيب حقه ابدا. اسمع يا ولية، اذا كنت تعرفي مكانه ما تجري وتخلصينا. هم هيسيبوني يا سعاده الباشا. اذا الولية دي جرت هتسيبوها؟ لا لا مش هتقبل هي. انا عارف. حر يا بيه حر يا بيه، بس اضمن مني ان تسيبوني. لا في الحاله دي انا هقف جنبك وهخلي القضيه دي اوانطه في اوانطه، ما يهمكيش. يسترك يا بيه. وديلها بنت الارشينات. ايه؟ وديلها بالارشينات. حالات ايه؟ همك قوي على المكافأة بتاعت وزارة التخليه. يلا لبسهم اي حاجة عسكري. حاضر يا فندم. يلا خد لبسهم اي حاجة. اتفضل. قدام يا مزمزيك. مش هنتعشى؟ ايه؟ مش هنتعشى؟ نتعشى؟ انت هتودينا بدل ايه؟ نتعشى؟ اسكت خالص. مش تحت هنا ولا اللي هتصل بيكي في الوقت المناسب. بتخونيني يا ناهد؟ انا مش خاينه، ده البوليس هيعمل لي قضيه. بوليس مين يا بنت الهبله؟ ده رمضان الصراف اللي خدنا منه الفلوس. ايوه انا الكروجي اللي خدوا منه الفلوس. يا لهوي، يعني هنضحك عليا؟ اخص عليك يا ناهد. غصب عني هلولتي. ما كانش العشاء ملونس. انت عارف معزتك عند قد ايه يا حياتي. الا انتوا هتتعذبوا، هتعملوا فيها بين الاطلال. فين الفلوس؟ فلوسي فين الفلوس؟ عيني حلفالك. اي حركة هتعملها انا ما عنديش رحمة، اقتلك. يا كرم الله. هذا من فضل ربك. ايه الفلوس فين؟ جوه جوه؟ يا كرم الله. هذا من فضل ربي. هنا ما حدش يفتح بوقه، سيبوه يا كرم الله. هذا من فضل ربي. انت راح فين؟ راح محدش يفتح بوقه. فين الفلوس؟ خلوها لك. يا كرم الله. يا كرم الله. فضل ربي. الفلوس في ايه؟ خلوها لك. يا كرم الله. اقص عليك يا نونس. نونس مين؟ محدش بيفتح بقه. كانش العشرة ملايين فلوس. كانش
يا مرجان ولا ننس يفتح بقه. فتح غضروف قباب ميمون، انتوا مأمنيني؟ بنتنا شوفوا انا هخبي الفلوس دي بمعرفتي، وانتوا كانكم ما تعرفوش اي حاجه. وبعدين ولا قبلين نصيبكم في الفلوس هيبقى معايا اكنكم محوشين قرشين للزمن. تامين على الحياه يعني؟ بالظبط، اول تامين على حياه الحراميه. واحنا مش هنتعشى؟ ها؟ احنا مش هنتعشى؟ يلا بينا. يلا. هو باب الخروج من ايه؟ سلام عليكم يا جدعان البيت. سلام عليكم. في ايه يا جدعان؟ راح فين؟ سيبه عسكري. ايوه سيبه. سيبه امشي. امشي انت خالص. في ايه؟ انا عايز من سيادتك تفتح محضر. محضر ايه اللي هفتحه؟ افتح بس يا سعاده البيت، افتح محضر. اصلني استرديت فلوسي تاني، وعايزك تطبق الماده 112 من قانون عقوبات الباب الرابع. تاني يا رمضان؟ احنا مش فاضيين غير ليك. هو الحق عليا يعني اللي عايز الحكومة تاخد حقه وناخد حقي؟ بس المرة دي الفلوس معايا وشايفها وجها لوجه وماسكها بإيديها الاتنين دول اللي هيغسلوا غسيل أبو زعفر كله. هي عشان ما بقاش ليك حجة بقى بيه. وبالمرة بيه لو سمحت يعني عشان ما بقاش فيه دوشة، عايزك تطبق عليا المادة 336 من قانون العقوبات الخاصة بالنصب والاحتيال، ودي عقوبتها سنتين. أصل أنا نصبت لي نصبتين كده في السكة وأنا بره السجن. لبت لي قرشين هري، عملت حاجه اسمها رمضانكو لاعالي البحار. رمضانكو والناس هبلت صدقت. ده انت داهي يا بقى. وايه ده انت لابسه ده؟ دي بيجامه ومعايا زنوبه كمان. جيت بالبيجامه والزنوبه اختصارا من الاجراءات. لسه هلبس بدله واروح السجن ويحطها امانات، قلت اختصر الاجراءات واجي بالبيجامه على طول عشان اخرج من هنا على السجن اروح انام دوار. يا سلام. امال ايه؟ يا عسكري عسكري شويه. تعال تعال اطلب عليا يا ابو. امسك كويس يا اخي، امسك كويس كده. يلا بينا افتح لنا محضر، افتح اتكل على الله. عايزك تخبطني قلمين على قفايا بس يكونوا ايه؟ ايه؟ اتفضل يا سعاده البيت. السلام عليكم يا نصوص يا اوباش يا زباله المجتمع. سلام مخصوص لقصه اللصوص. وسلام لزعيم البواكي. جناح جوه التخشيبة. بس احوالها يا ابويا غريبة، حجز جناح جوه التخشيبة. واحنا الاوباش الحرمية محبوسين 100%. احنا الاوباش الحرمية محبوسين 100%. دول زمايل لك كركية، يعيش كبير الحرمية، يعيش اصل الحرمية، يعيش اصل الحرمية، يعيش كبير الحرمية. بس انتوا يا ناس ناسيين، بس انتوا يا ناس ازاي ناسيين حاجة فايتانا بقالها سنين. بس انتوا يا ناس ازاي ناسيين حاجة فايتانا بقالها سنين. يوم واحد